مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من بي اون تايم زي كل يوم بنكون مع حضراتكم بعد رمضان على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار المحليه والعالميه. وتعالوا نبدا مع بعض بمباريات اليوم. عندنا مباريات كتيره جدا النهارده، ابرزها واهمها الساعه 6 ان شاء الله في الكاس الكونفدراليه الافريقيه. عندنا بيراميدز في مواجهه انيمبا النيجيري، بيراميدز ممثل الكره المصريه في البطوله بيواجه انيمبا، واحد من الفرق اللي ليها تاريخ يعني جيد في افريقيا. الساعة 6 إن شاء الله، وكل التوفيق أكيد لكتيبة أروى بارينا. في الدوري الإنجليزي عندنا الساعة 1 البداية مع كريستال بالاس هيستضيف أستون فيلا في لقاء مهم للفرقتين، وبعدين الساعة 3:05 توتنهام في مواجهة وولفرهامبتون. توتنهام يعني الأمور ابتدت يعني تهدى بعض الشيء داخل غرف الملابس، ولكن منافسة هاري كين على لقب هداف الدوري بالنسبة لهم مهمة جدا، أو بالنسبة له هو مهمة جدا في ظل منافسة شرسة مع نجمنا محمد صلاح. اللي هيلتقي الساعه 5:30 مع فريقه ليفربول في مواجهه ويست برونش في لقاء مهم ليفربول، لانه في امل لسه في التاهل لدوري ابطال اوروبا في حاله الفوز في الثلاث لقاءات اللي فاضلين، وفي حاله تعثر يعني تشيلسي او ليستر سيتي او يعني احدهما، بما انه كمان هيلتقوا في الدوري بعد ما التقوا في نهائي الكاس، ففي امل كبير لليفربول ان هم يكونوا موجودين في البطولات الاوروبيه. الساعة 8 ايفرتون في مواجهة شيفيلد يونايتد، ولقاء يعني برضو لتحسين المراكز بالنسبة لايفرتون. في الدوري الاسباني عندنا ثلاث لقاءات، الثلاثة أهم من بعض، ثلاثي القمة. طبعا حضراتكم عارفين الموقف هناك في اسبانيا عامل ازاي، البطولة الأشرس حاليا في أوروبا، فالثلاث فرق اللي على القمة هيلتقوا النهاردة مع ثلاث فرق كل واحدة منهم عندها طموح إنها تعطل حد من الثلاثة اللي على القمة. الأول أتلتيك بلباو هيستضيف ريال مدريد الساعة 6:30، واتلتيكو مدريد هيلتقي مع اوساسونا في نفس التوقيت، وبرشلونه هيلتقي مع سيلتا فيجو. الموقف هناك انه اتلتيكو مدريد عنده 80 نقطه وفارق نقطتين عن ريال مدريد واربع نقط عن برشلونه، وبالتالي الامور لسه في الملعب، لسه كل شيء متاح، لكن طبعا الدوري اقرب لاحد طرفي مدريد، مين الله اعلم، لكن خلينا نستنى ونشوف، وقد يكون الدوري كتالوني في الاخر برضه، خلينا نستنى يمكن يحصل هناك مفاجاه. سؤالنا احنا النهارده لحضراتكم سؤال سهل وبسيط، ويعني الناس اشتكت من صعوبه الاسئله وناس اشتكت من سهوله الاسئله، فتعالوا كده نشوف النهارده اذا كان السؤال سهل ولا صعب، وناخد صوره ونعرف من خلالها مين هو المدرب. انا مش هشرح اي حاجه، لكن هو مدرب، ودي يعني قاره اوروبا على الخريطه، فدي الانديه اللي هو دربها. قول لي من خلال الصوره مين هو المدرب، سهله قوي. ها تعالوا نبدا اخبارنا على طول، والخبر الاول عن الاتحاد الافريقي كاف اللي اعلن رسميا عن اقامه نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب. الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلنوا عن اقامه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا في نسختها الحاليه 2021 في المغرب، ده بعد اجتماع اللجنه التنفيذيه اللي عقد خلال الساعات الماضيه عشان يحددوا بعض القرارات الخاصه بالمسابقات واللي هينظمها الكاف. الكاف اعلن ان المباراه النهائيه هتقام بنظام البطوله الجديده، اللي هو دور نهائي بيبقى من مباراه واحده بدل من مباراتين زي ما كان قبل كده بيحصل. كتبت صفحه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه انه دوري ابطال افريقيا النهائي في المغرب، من تتوقع ان يصل للمباراه النهائيه؟ طبعا في منافسه شرسه جدا ما بين الثمان فرق اللي موجودين، لكن كل التوفيق اكيد لممثل مصر في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي. الاهلي هيطير على حسب تعليمات موسيماني لجنوب افريقيا ان شاء الله بكره. راحة 24 ساعة زي ما قرر موسيماني بعد الفوز على سان داونز، وبعدين السفر بكرة لجنوب أفريقيا. ده هيكون طبعا بناء على تعليمات بيتسو موسيماني اللي قرر أنه النهاردة يريح اللعيبة من التدريبات الجماعية، ويعني أدى رضا عن نتيجة لقائهم امبارح على أو الفوز على سان داونز بعد لقاء يعني البعض كان مش مطمن قوي قبلها، لكن هنتكلم أكيد بالتفاصيل في القصة. انما في الاخر الراجل راضي عن النتيجه ومنح اللعيبه راحه النهارده علشان يسافروا بكره لجنوب افريقيا استعدادا لمباراه الاياب اللي طبعا بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، واللي قرروا ان هم يضموا علي معلول بعد غياب 3 شهور من اصابته في كاس العالم للانديه. قرر او كشف سيد عبد الحفيظ انه موسيماني قرر انه ضم علي معلول خلاص، ده يعني قال انه مش معنى ان هو معانا ان احنا هنستعين بيه في التشكيله الاساسيه، لكن وجوده وجود فني ووجود معنوي مهم. وقال كمان ان هو اللقاء مش معنى ان احنا فوزنا على سان داونز امبارح 2-0 او يعني النهارده، لانه كان كلامه امبارح بالليل، فده معناه ان الامور اتحسمت.
فريق غلاوي كرويا وعندهم لعيبه كتير كبيره وبيلعبوا كره حلوه مختلفه عن افريقيا بالكامل، وبالتالي يعني الامور ستحسم في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا. لكن طبعا فكره انه علي معلول يرجع بعد الفتره دي كلها ده شيء ايجابي جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مش بس فنيا زي ما قلنا لكن كمان في اوضه اللبس. علي من اللعيبه الكبيره في الفرقه واللي ليه اهميه كبيره في وجوده في التشكيله الاساسيه او حتى في ال 18. على الزمالك وكارتيرون بيرفض رحيل اوباما، تقارير قالت انه اوباما جاله عرض من الاهلي القطري وانه اداره نادي الزمالك يعني هتسمع، مش موافقه 100% ولا رافضه 100%. فكارتيرون قال لا، الراجل ده مفيش غنى عنه، يعني انا الراجل ده في حساباتي بنسبه 100%، مش عايز استغنى عنه لاي حد. وفي نفس الوقت كان في كلام من فتره كده على انه وليه لا ما يبقاش في حد كمان في المكان ده، يعني اوباما لعيب مهم بالنسبه لي، لكن وايه اللي يمنع انه يكون فيه كمان صانع العاب جديد موجود في الزمالك؟ وعشان كده قلت لكم من فتره انه في جس نبض حصل ما بين اطراف عديده، وكان المشترك فيهم محمد ابراهيم نجم الزمالك السابق سيراميكا كليوباترا الحالي، اللي اتكلموا كده يعني ووصلوا له هل عندك مشكله انك ترجع الزمالك، والراجل طبعا ما عرضش، لكن هل يتمسك سيراميكا كليوباترا بنجمه ولا لا؟ لكن كارتيرون طلب اكتر من مركز واكتر من دعم واكتر من صفقه، واكيد القصه هتبان في اخر الموسم. لكن الازمه الماليه اللي في الزمالك بتاجل تجديد عبد الله جمعه، وطبعا الزمالك دلوقتي بيمر بازمه علشان عمليات التجديد الخاصه بنجوم الفريق. فعبد الله جمعه واحد من اللعيبه اللي المفروض انه الزمالك كان بيسعى او بيخطط انه يجدد له في الفتره دي، لكن يعني مفيش سيوله ماليه، فالمجلس مجلس الاداره الخاص بنادي الزمالك قال انه تجديد اللاعب هينتهي او هيبتدوا يتكلموا معاه بعد نهايه الموسم اللي جاي، وخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل في قصه عبد الله جمعه. كان في كلام انه بيراميدز دخل في مفاوضات شفويه مع عبد الله جمعه، لكن هو ابدى تمسكه بوجوده في نادي الزمالك. من فتره كده دخل ابو جبل وجنش في مناوشات على السوشيال ميديا، وبعدين طلعت تقارير اكدت بان علاقتهم على ارض الواقع مش تمام، وان هم يعني مش مبسوطين قوي في 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 وجودهم مع بعض. وفي الفتره الاخيره عواد هو اللي بقى الاساسي، جنش وابو جبل ابتدوا يحسوا بالخطر، لانه زي ما قلت لكم برضو من فتره انه مجلس اداره نادي الزمالك قرر بانه لازم واحد من الثلاثه دول هيمشي. مين اللي هيمشي لسه مش باين، لكن عواد ابو جبل جنش في واحد من الثلاثه دول هيمشي. اللي هيجي مكانه هيبقى محمد صبحي حارس المعار للاتحاد السكندري، لكن مين فيهم هيمشي لسه مش باينه، وما اعتقدش انها هتبان دلوقتي خالص. لكن قيل بانه يعني الحارسين اخذوا تعليمات من اداره الزمالك بانه ممنوع تماما اي مناوشات على السوشيال ميديا ولا في اي حاجه ولا في التدريبات ولا في الحياه اليوميه، خلوا العلاقه صافيه وهاديه عشان القصه وصلت للجماهير، والجماهير كانت غضبانه في فتره من الحارسين الكبار. تعالوا واحنا بناخد اخبار الزمالك ناخد على التليفون استاذ عمرو الدرديري المتحدث الرسمي للزمالك. يا استاذ عمرو صباح الفل. صباح الخير للساده المشاهدين. تعالى نتكلم كده عن الازمه الماليه، وهل فعلا في ازمه ماليه او عدم وجود سيوله ماليه يعني منعت تجديد اكتر من لاعب في الزمالك؟ استاذ عمرو سامعني؟ هو عنده مستحقات، انا سامع حضرتك. هو عنده مستحقات كتير خارجيه، لكن المستحقات دي ما زالت يعني ما عرفش يحصل عليها غير دلوقتي، فبالتالي الزمالك عنده ازمه. لكن لو قدر يحصل المستحقات دي خصوصا من الشركه الراعيه ومن اكثر من حاجه، اعتقد ان الازمه الماليه هتفك، يعني مش هيبقى في مشكله. لكن هو حاليا في ازمه ماليه، في ازمه سيوله. هو باذن الله الفتره الجايه اعتقد ان هتكون في حل للمشكله دي، لان الكل قال ان بعد العيد هترجع المستحقات تاني، فبالتالي هتتحل المشاكل الماليه والتجديد العقود هيكون. بس هو طبعا الزمالك مش عايز يجدد العقود او يتكلم في موضوع تجديد عقود في التوقيت ده من الدوري، لان البطوله ساخنه والمباراه متتاليه، فبالتالي مش عايز يشتت ذهن اللاعبين، فمش هيكون في الفترة دي تجديد عقود، تجديد عقود بالذات مش هيكون في الفترة دي. هيبقى كله في الصيف، كله مترحل لبعد الموسم. مظبوط، يعني الفترة دي فترة صعبة جدا،
وما اعتقدش ان في الفتره الحاليه دي ينفع فيها تجديد العقود او الكلام على تجديد العقود. لكن هل حتى حصل كده، مش عايز اقول يعني كلام ودي، لكن بشكل كده من على السطح، يعني هل اتكلمتوا مع اللعيبه بانه نستنى لحد الموسم الجديد او قبل الموسم الجديد نتكلم ونجدد؟ هل مثلا ساسي قصه هديت معاه؟ هل عبد الله جمعه مفيش مشاكل في اي حاجه؟ لا طبعا طبعا، كل الامور دي في اتفاقات مبدئيه، يعني في موافقه مبدئيه ما بين الطرفين على التجديد، بس هو ميعاد الجلسه امتى، نقعد امتى، نخلص امتى، هو ده اللي متاخر، لان زي ما حضرتك قلت ان مفيش سيوله حاليا. ثانيا ان التوقيت ده كمان ما ينفعش خالص، يعني التوقيت ده حتى الجهاز الفني نفسه رافض اي حوارات عن لعيبه تمشي او تيجي او ترحل في هذا التوقيت. التوقيت ده توقيت صعب جدا وعايز تركيز، فبالتالي في توفير يعني التركيز للاعبين وتوفير الجو ده علشان يبقى في نتائج كويسه. لكن هل وصل فعلا عرض من الاهلي القطري مثلا لاوباما والاداره اجلت الكلام عنه؟ عن ايه يا فندم؟ عن عرض قطري لاوباما؟ كل العروض دي كلام، يعني احنا كل الكلام ده مؤجل. بس في حاجات رسميه وصلت يعني؟ يا فندم الحديث عن العقود في هذا التوقيت يعني يشتت ذهن اللاعبين، فكل الامور دي متوقفه تماما، الاداره واخده قرار بتوقف وتجديد. بس انت عارف يا استاذ عمرو ان اللعيبه بتبقى عارفه، يعني اللعيبه بتبقى عارفه الحاجات دي زينا زي كل الناس ما بتبقى عارفه. ماشي، ان فلان جاله عرض، علان جاله عرض، هل ده عادي يعني؟ اللاعب فاهم كويس جدا ان الفتره دي مش هيحصل حاجه، خصوصا لسه باقي يعني حوالي 14 ولا 12 جوله للزمالك على نهايه البطوله. انا فاهم ده، انا فاهم ده، بس هل فعلا التقارير اللي قالت ان في عروض رسميه وصلت؟ انا مش عايز اعرف تفاصيل ومش عايز اعرف ايه اللي هيحصل فيها، بس بقول لك هل وصل عروض رسميه فعلا ولا ده كلام كده وكلاء وكلام مفاوضات؟ هو كلام، مجرد كلام، لكن لسه رسميا ما فيش حاجه رسمي وصلت النادي. لا 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 خالص. هل كارتيرون فعلا ما قبضش فلوسه من ساعه ما وصل؟ لا الكلام ده مش صحيح، هو كارتيرون ليه الشهر ده فقط. وكان المفروض يقبضه قبل العيد وما كانش فيه سيوله فاجلوا له لبعد العيد، لكن كارتيرون اصلا لما جه كان تقاضى اصلا شهر ونص اللي هو مقدم التعاقد يعني. لكن هو بس اخر شهر اللي متاخر عليه. اخر شهر بس اللي متاخر عليه مش اكتر. هو يعني كان المفروض يقبض قبل العيد، فحصل نوع من عدم السيوله فقال لك بعد العيد. باتشيكو شكوته اخبارها ايه؟ هو باتشيكو فعلا تقدم بشكوى للاتحاد الدولي، والزمالك اتكلم معاه بشكل ودي ومع وكيل اعماله بشكل ودي، وتقريبا يعني الموضوع هينتهي ودي في النهايه. بشكل ودي؟ طبعا. جميل. طيب والمناوشات اللي بتحصل ما بين او اللي بتطلع من اداره الزمالك لاحمد مجاهد، هل في اي رد فعل من احمد مجاهد نحو الزمالك؟ هل بيتكلم معاك وهل تواصل معاك باي شكل من الاشكال؟ لا هيتواصل في ايه؟ يعني ايه الموضوع؟ ما فيش حاجه معينه ممكن يتواصل فيها. يعني في تصريحات خرجت من اداره الزمالك بانه في بعض الظلم، في بعض الخاصه اللي هي عقوبات شيكابالا مثلا او توالي المباريات والحكام والحاجات كثيره ورا بعض كانت بتطلع، هل في اي تواصل بقى من قبل اتحاد الكوره من الناحيه الثانيه؟ بيجي لكم اي حاجه؟ لا والله، هو التواصل الرسمي مع اتحاد الكوره، يعني في تواصل رسمي مع اتحاد الكوره من خلال المكاتبات وكده، لكن ما فيش حاجه معينه ممكن نتكلم فيها مع اتحاد الكوره. هو الموضوع الوحيد اللي طبعا نادي الزمالك حزين عليه هو موضوع امام عاشور. موضوع امام عاشور ده طبعا ازمه كبيره ما بين اتحاد الكوره ونادي الزمالك، ويمكن عمل فجوه بعض الشيء ما بين اداره نادي الزمالك وما بين اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره في النهايه يعني اخفى او يعني الله اعلم ايه اللي حصل في الشكوى اللي بعتها نادي الزمالك لامام عاشور او الاستئناف اللي اتعمل، فبالتالي قال لك الاستئناف ما وصلش، فده نوع من الاساءه لاداره نادي الزمالك، لان اداره نادي الزمالك لما بعتت الاستئناف بعتت الاستئنافين مع بعض في نفس التوقيت، فازاي ده وصل وده ما وصلش؟ فبالتالي اصبحت مشكله، فعشان كده نادي الزمالك تقدم ببلاغ ضد الواقعه يعني لنيابه وسط القاهره، ولسه لم يتحقق في البلاغ، وعقوبه امام عاشور بالتالي مستمره، فده يمكن الازمه اللي ما بين الزمالك او اداره الزمالك واتحاد الكوره. كان المفروض اتحاد الكوره يحل الموضوع او يعني يعمل حلحله للموضوع، لكن بكل اسف ما عملش اي حاجه، واصلا حتى لو وصل الاستئناف بكل اسف
اللجنه اللي هي لجنه التظلمات بكل اسف حتى لما وصلها الاستئناف الاولاني بنفس شروط الاستئناف الثاني فوجئنا ان خدت نفس العقوبه، يعني ما حصلش حاجه في النهايه. فبالتالي اللجنه لجنه الزراف مقتنعه تماما ان حتى لو وصل استئناف امام عاشور فهياخد نفس العقوبه اللي هي 12 مباراه، فاتحاد الكوره يعني في النهايه بيعمل اللي هو عايزه مع ضد لعيبه الزمالك، وفي تعسف ضد لعيبه الزمالك، وبنشوف على الجانب الاخر للنادي المنافس بنشوف بيحققوا مع اي ازمه بتحصل او اي مشكله بتحصل بالرغم انها بتيجي في التلفزيون زيها زي مشاكل لعيبه الزمالك، لكن بنشوف على الجانب الاخر بيحققوا وبيبتوا في الموضوع خلال 24 ساعه وبيدوا براءات خلال 24 ساعه، في حين التعامل مع الزمالك بيبقى بشكل مختلف تماما والكيل بمكيالين. هو ده اللي مزعل نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. اخر اخبار شكوه شيكابالا او تصعيد شيكابالا لشكوى للفيفا زي ما هو اعلن على صفحته، هل اداره الزمالك متضامنه معاه؟ هل مشاركين معاه باي شكل؟ اداره نادي الزمالك طبعا متضامنه مع شيكابالا، وهي برضه حزينه من تصرف اتحاد الكره اتجاه شيكابالا، لان في العالم كله يا كابتن كريم عارفين ان لما بيحصل اي هتافات عنصريه او اي حاجه عنصريه العالم كله بتتوقف المباراه وما بيستكملوهاش وبتستكمل في وقت اخر، لكن فوجئنا ان شيكابالا رغم الهتافات اللي كانت ضده ومن اشخاص معروفين بعينهم ظهروا في الكاميرات يعني. فبالتالي اتحاد الكوره عاقب الفعل اللي هو حد هتف ضد شيكابالا عاقب الفعل ب 50,000 جنيه غرامه، وعاقب رد الفعل اللي هو شيكابالا ب 50,000 جنيه زائد عقوبه مبارتين، يعني رد الفعل خد عقوبتين والفعل خد عقوبه واحده، فده طبعا يعني حاجه حزينه بالنسبه لنادي الزمالك او نادي الزمالك او اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك شايفه ان ده تعسف ضد نادي الزمالك وضد لعيبه نادي الزمالك وان الكيل بمكيالين بكل اسف. فبالتالي عندنا امل ان الشكوى اللي هيتقدم بها شيكابالا نادي الزمالك طبعا متضامن معاه، هو يعني في محاميين بداوا يتضامنوا معاه، وان شاء الله بعد ما انتهاء اجازه العيد هيكون في جديد يعني في الموضوع. استاذ عمرو اخيرا، يعني اداره الزمالك وحضرتك لسه دلوقتي بتقول انه في تعسف من اتحاد الكوره، ليه ممكن يبقى في تعسف من اتحاد الكوره ضد الزمالك؟ انا بسالك انت ليه؟ معرفش. انا بسال حضرتك يعني. انا معرفش لان انا بسمع كمان من الاهلي انه في ظلم وفي بتاع وحاجات طب هو لما ده بيشتكي ده بيشتكي. انا بسال حضرتك في واقعه فيها فيديو بتتحقق وثاني يوم بيطلع مثلا اللي اتحقق معاه ده على طول يدوا له ان احنا اسفين وما حصلش حاجه وان حصل خطا، وواقعه ثانيه ما بيتحققش فيها وبتاخد عقوبه. ده ايه الواقعه الاولانيه اللي هي انهي واحده؟ بقول مثلا وقعة الكابتن سيد عبد الحفيظ الكوره في النادي الاهلي، كلنا سمعنا تصريحه وكلنا شفنا تصريحه، تصريحه حتى لو هو الموقع اللي نشر الموضوع خطا، لكن في النهايه هو ما حدش حلل تصريحه نفسه، ما هو كان في كلام ضد تجاوزات ضد الحكام. في النهايه ما حدش اتكلم فيه، قال لك براءه وما فيش مشكله. كانه الغلطه غلطه الموقع مش الغلطه بالتصريحات كلها على بعض. طب ليه هيبقى فيه كيل بمكيالين؟ ليه هيبقى فيه مجامله للاهلي؟ انا بسال حضرتك هو ليه الكيل بمكيالين؟ لا انا ما اعرفش حضرتك اللي بتقول. حضرتك اعلامي برضو قول لي ايه الموقف. طب ليه الكيل بمكيالين؟ ما هي واقعه وهي واقعه، في واقعه بيتحقق فيها وفي واقعه ما بتحققش فيها، واقعه امام عاشور واللعيبه اللي معاه، فيديو ما يمكن يطلع الفيديو غلط، انت حققت الفيديو مثلا يعني مش ممكن يطلع الفيديو ده مفبرك. طب هم قالوا لكم ايه يعني لما اتكلمتوا مع حد وصل لكم سبب لده؟ قالوا في البدايه قالوا معلش لجنه الانضباط معلش مش عارف ايه، قدموا تظلم واحنا هنحل الموضوع. قدمت تظلم ما تحلش الموضوع، نفس الحكايه. وخدت نفس القرار في التظلم ووقعت امام عاشور راحوا خافوا قال لك ما فيش تظلم اصلا وصل. ازاي يعني؟ طب يا حضرتك فسرتها بايه؟ فسرت المكيل بالمكيلين دول ايه؟ لا انا ما عنديش تفسير، انا سايب التفسير للجماهير الكوره تعرف ايه ده اللي بيحصل. يعني اتحاد الكوره انا مستغرب جدا ليه كيل بمكيالين؟ ما هي دي واقعه ودي واقعه وده فيديو وده فيديو. ليه حققت في الفيديو ده وما حققتش في الفيديو ده؟ ده سؤال يعني. استاذ عمرو يعني أنا بشكرك على العموم، بشكر وجودك معايا أستاذ عمرو الدرديل المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا واتكلم معايا في أكتر من ملف، لكن تمام يعني خلينا في الآخر
مش عايز اتهم اتحاد الكوره بالكيل بمكيالين في كل الامور، لكن خليني اوجه له رساله. اما الزمالك يشتكي واما الاهلي يشتكي واما بقيه الانديه تشتكي، وتحديدا الاهلي والزمالك، خلينا نقول انه لو انت في صف حد فيهم طول الوقت فهفهم انك بتحبه او بتشجعه او بتخاف منه او ايا كان، لكن الاثنين بيشتكوا منك يبقى انت عندك مشكله، انت عندك مشكله اكيد. والحقيقه انا مش عارف هي ايه مشكله، هل في جزء من العند، هل في جزء من الشخصنه في المواقف، هل في جزء من العلاقات الشخصيه، يعني انا بحب فلان وانا ما بحبش علان فهنا هتصرف غير هنا، ولا القصه بتمشي ازاي؟ انا مش قادر افهمها. لكن لو في لائحه، وده اللي قلناه قبل كده وهفضل اكرره، لو في لائحه بتطبق على كل، على اي حد، على احمد والحاج احمد، ما حدش هيتكلم، والله ما حد هيفتح بقه. بس هي مشكله انك بنفس الموقف، نفس الموقف هو وبيتغير فيه رد الفعل، او بتتغير فيه العقوبات او المكافئات او ايا كان التصرف، فعلا في نفس الموقف ونفس الحكم. لكن انت لو ممشيها صح بالكتاب باي ذا بوك، القصه مش هتبقى كده خالص، ولا تسمع ده بيقول لك انت ظالمني ولا ده بيقول لك انت ظالمني. النهارده الاثنين بيقولوا انت ظالمني، ودي حقيقه حاجه غريبه جدا، الاثنين بيقولوا كده. يعني ادخل على صفحات الاهلاويه وادخل على صفحات الزملكاويه، دول بيتكلموا على اتحاد الكره وحش ودول بيتكلموا على اتحاد الكره وحش، تقعد مع الادارات هنا وهنا الاثنين بيتكلموا وحش، والاثنين شايفين ان انت ظالمهم، يبقى انت عندك مشكله مش هم اكيد. يعني ما علينا. بيراميدز النهارده هيلتقي مع انيامبا في لقاء مهم زي ما قلت لكم لبيراميدز اللي بيحاول انه يكون موجود في المربع الذهبي وكمان يفوز بالكونفدراليه، ده كلام المسؤولين في بيراميدز. خلينا نقول انه الفوز بالكونفدراليه والتواجد في المربع الذهبي ده اقل واجب، ده اقل واجب يتعمل الحقيقه، لانه تشكيله مدججه بالنجوم، منتخب مصر يعني مش نادي عادي، ناس بقى نجوم زمالك ونجوم اهلي ونجوم انديه اخرى وصفقات كان الاهلي والزمالك عايزينهم وكلهم موجودين في بيراميدز، اقوى عقود، استقرار اداري وفني، يعني الامور، مدير فني اسمه كبير، فالطبيعي ان انا اشوف فرقه ليها باع، ليها اسم وليها شكل في الملعب وليها قوتها وتفوز بالكونفدراليه والحقيقه كمان تنافس على الدوري. لكن انا هقول يعني خلينا نمشيها منافسه على المربع الذهبي. تعالوا كده نشوف بعض الارقام الخاصه بلقاء بيراميدز وانيامبا. اسلام عيسى هداف بيراميدز في الكونفدراليه في موسم 2021، لعب 10 مباريات مع الفريق باجمالي دقائق 728 وسجل فيهم 3 اهداف. صنع هدف وصنع 8 فرص لزمايله ونسبه التمرير الصحيح 85%. اسلام من اللعيبه اللي عامله موسم كويس جدا مع بيراميدز، وبرغم انه جه بضجه والضجه دي عملت يعني ضغط على اللعيب، الحقيقه هو كان عليه ضغط كبير من وقت انتقاله للمصري، اغلى صفقه المصري يعني يتعاقد مع لعيب ب 10 مليون جنيه، كان رقم كبير جدا، وبالتالي كان برضه عليه ضغط شويه، لكنه تالق مع ابناء بورسعيد الى ان انتقل لبيراميدز. ضغط لسه عليه؟ لسه عليه، لكنه السنه دي مقدم فترات جيده مع اروى بارينا، واحد من اللعيبه المهمه اللي مش هو بس الحقيقه اللي متالق، في اكتر من اسم، لكن خلينا نقول انه بيراميدز المفروض انه يقدم لنا اكتر من كده. تعالوا نكمل كلامنا وارقامنا عن لقاء بيراميدز وانيامبا. عبد الله السعيد واحد من نجوم بيراميدز اللي لعب 5 لقاءات باجمالي دقائق 373 دقيقه، سجل هدفين، ما صنعش اهداف لكنه صنع 8 فرص وبنسبه تمرير 77% لزمايله، مراوغات صحيحه 7 وتسديد على المرمى 6 مرات. عبد الله واحد من اللعيبه الكبيره جدا اللي بعتبره رقم 1 من ناحيه الثبات الانفعالي في مصر، اتهاجم واتشتم والدنيا قامت عليه من وقت رحيله من نادي الاهلي، لكنه ثابت جدا على مستواه، واحد من احسن اللعيبه واللي لسه محافظ على نجوميته لحد النهارده. رمضان صبحي اللي لعب 9 مباريات مع بيراميدز باجمالي دقائق 770 دقيقه، سجل هدفين، صنع هدفين وصنع 17 فرصه لزمايله بنسبه تمرير صحيح 84%، مراوغات صحيحه 32 وتسديد على المرمى 6 مرات. رمضان واحد من اللعيبه المهمه جدا في كتيبه اروى بارينا، واللي انا بقول انه رمضان لسه عنده كتير قوي، لعيب صغير في السن، عليه ضغط كبير من وقت انتقاله من الاهلي لبيراميدز، زي انه كمان مشي برغبته، صعب قوي انه يعني الناس تتقبل، جمهور الاهلي يتقبل انه حد يمشي بمزاجه. رمضان من الناس اللي مشيت بمزاجه،
زي عبد الله عليهم ضغط كبير، عليهم ضغط كبير جدا، لكن عبد الله بيتميز عن رمضان انه عنده ثبات انفعالي مرعب مرعب. وتلخص الثبات الانفعالي والمشهد الخاص بعبد الله السعيد في لقائه الاول قدام الاهلي لما نزل من الطياره، شارك في اللقاء، صنع وسجل واثبت بانه لعيب كبير مش فارق معاه حاجه يعني. رمضان وشريف اكرامي متاثرين لحد النهارده، لحد النهارده كل ماتش بينزلوا، ورمضان اكتر كمان، دايما متاثر ودايما عليه ضغط كبير. يمكن يكون ده من ضمن الحاجات اللي مخليه رمضان ما ظهرش قوي مع بيراميدز. وشريف نفس الكلام، حتى فتحي رغم ان فتحي علاقته مع جمهور الاهلي جيده تعتبر، لكن لسه مش هو فتحي. الكتيبه اللي موجوده مع اروى بارينا، لا معلش، تاخد الدوري وتاخد الكاس وتاخد افريقيا عادي جدا يعني. يشيل الناس دي وحطهم مع الاهلي بتيشرت الاهلي ياخدوا اللي انت عايزه، حطهم بتيشرت الزمالك ياخد اللي انت عايزه، لكن انت في بيراميدز الحقيقه موضوع غريب جدا، انا شايفه ان هو غريب جدا. تعالوا نشوف تقرير صوتي عن لقاء بيراميدز وانيامبا، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. برحب بحضراتكم من جديد. امبارح الاهلي فاز على سان داونز 2-0 في النص الاول من عقبه مهمه جدا نحو العاشره. سان داونز هو واحد من الفرق المهمه جدا في افريقيا لانه يعني مختلف، ما بيلعبش بعشوائيه افريقيا. اغلب فرق افريقيا بتلعب بعشوائيه بعض الشيء، مش عايز اقول يعني ان كلهم زي بعض حتى في نسب العشوائيه، لكن معروفه دايما افريقيا وتحديدا على ارضهم دايما بيبقى لقاء كده عشوائي وما تبقاش شايف شكل في الملعب، كله دب ودربكه وتخبيط وحاجات كده. لكن سان داونز واغلب فرق جنوب افريقيا حتى بمنتخبهم بيلعبوا كوره مختلفه. فامبارح الاهلي لعب ماتش اقتصادي خلينا نقول، لانه الحقيقه ما قدمش اداء جيد، لكن موسيماني ادار اللقاء جيد. فنيا الاهلي ما كانش حلو على ارض الملعب، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح. وفي نفس الوقت ارجع معايا كده بالذاكره اسبوعين ثلاثه، انا قلت لك انك ما ينفعش خالص في المرحله اللي زي دي انك تطالب الاهلي بانه يلعب كره حلوه. صعب جدا الاهلي يلعب كره حلوه وهو مجهد وهو بيلعب في دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، وصعب جدا تطلب منه انه كمان يلعب كورة حلوة وهو ناقص من عنده لعيبة كتير مهمة ولعيبة مفاتيح زي علي معلول زي حمدي فتحي وزي أجاييل اللي لسه راجع امبارح. في أكتر من لعيب مش موجود ونواقص كتيرة، ورغم كده الأهلي بيكسب. يعني لما تيجي تحاسب الراجل بالورقة والقلم موسيماني، لأن امبارح شفت تقطيع يعني كبير جدا وأهلاوية وأهلاوية جدا كمان، بس بيتكلموا على الراجل بشكل سلبي لأنه جمهور الاهلي من الجماهير اللي بتحب كل حاجه، عايز يكسب وعايز يلعب كره حلو. طبعا ده احلى حاجه وده البيرفكت فوتبول او البيوتيفل فوتبول زي ما بتسمى بره، لكن ده صعب جدا انه يتعمل طول السنه ويتعمل وانت ما عندكش رفاهيه الروتيشن وما عندكش رفاهيه انك تجرب لعيبه جديده فتخسر نقط او تخسر من في ادوار اقصائيه او. فما تمسك بالورقه والقلم، الراجل ماشي كويس في الثلاث بطولات، بينافس مع الزمالك على القمه في الدوري، موجود في الكاس وعنده لقاء مع امبي، وموجود في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه، واللي قبلها كمان اخذ الكاس واخذ دوري ابطال افريقيا واخذ الدوري. هتقول لي ما ابتداش من الاول هنا وما عنش هنا، معاك جه في دوري ابطال افريقيا في الاواخر وجه في الدوري في الاواخر، كانت القصه اتحسمت والكاس يعني ما كانش برضه افضل اداء. بس لما يجي الراجل ده تحاسبه بالورقه والقلم هتلاقيه ناجح بنسبه 100%. كأداء في تحفظ جدا، الاهلي ما بيلعبش الكره المتعلقه دي، الاهلي ملوش شكل، الاهلي تغييرات مش هي، الاهلي معاك والله معاك في كل كلمه، بس هل هتتبسط وانت بتلعب كوره حلوه جدا وبتلعب حاجات بقى اللي هي يمين وشمال وتيكي تاكا وحاجات وبتاع وبتطلع من دوري ابطال افريقيا، او بتخسر ماتش امبارح او بتتعادل ماتش امبارح كنت هتتبسط؟ امبارح الاهلي ما راحش غير مرتين ثلاثه على الجول بس، وطول اللقاء تقريبا رد فعل. سان داونز هو اللي معاه نسبه الاستحواذ، سان داونز معاه فرصتين ثلاثه محققتين، يعني فرصتين محققتين في الشوط الاول وزيهم في الشوط الثاني. طيب هتتبسط وانت خسران ماتش امبارح لو هم خطفوا واحده من دول، لو هم خطفوا تعادل،
ما كنتش هتتبسط وما كانش هيبقى كلامك الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. انت دلوقتي موجود بقوه في الثلاث بطولات، وموجود وانت عندك نواقص في التشكيله الاساسيه بغيابات، وعندك لعيبه مع كامل احترامي ليهم بس اقل من الاهلي، عندك لعيبه الراجل ده بيلعب بيهم وبيكسب بيهم واقل من الاهلي، مش هسمي اسامي عشان ما حدش يزعل، عشان هم ما يزعلوش، بس حضراتكم عارفين يعني الاهلي في لعيبه موجوده في التشكيله الاساسيه. لا ما يعني ما ايه، مش انت ما يعني ما الاهلي ما بيصبرش على حد. الانديه الكبيره دي ما عندهاش وقت وما عندهاش رفاهيه وما عندهاش خلق انها تستنى حد على ما يفوق ويرجع ويعمل وهنا هرجع يعني مضطر الحقيقه اوجه له رساله، لانه اكتر واحد لازم يسمع الرساله دي حسين الشحات، واحد من اللعيبه اللي جه الاهلي بعد فتره طويله من المفاوضات والكلام وهو في الشرقيه الدخان كان الاهلي بيفكر فيه، وكان ساعتها والله يمكن ب 100,000 جنيه ولا حاجه كده، وبعدين في المقصه، وبعدين المقصه طلبوا 10 مليون فالاهلي قال لا كتير، وبعدين راح العين فالاهلي كان مضطر وقتها انه يدفع رقم كبير، ودفع رقم كبير تخطى 5 مليون دولار علشان يتعاقد مع حسين الشحات. ضجه كبيره وضغط كبير اكيد على اللعيب، ولعيب عليه ضغط وجاي الاهلي واخد دعم كبير جدا من الجمهور ومن الاجهزه الفنيه عليه ان هو كمان يساعد نفسه. انا بوجه هنا بقى كلامي لحسين الشحات، عليك انك تساعد نفسك. الجمهور بيصبر، بس بيصبر ماتش اتنين عشرة، بس ما بيصبرش موسم واتنين. انا عشان ما بقاش يعني ظالم ممكن اكون فاكر لك ماتشين حلوين مع الاهلي من ساعه ما جيت الاهلي، يعني فاكر لك ماتش الوداد مثلا في البطوله اللي فاتت، وممكن ماتش في الدوري او ماتشين في الدوري، وده لا يتناسب تماما مع اسمك ولا مع امكانياتك ولا مع حجم الصفقه ولا مع اي حاجه ولا مع لعيب الناس مستنيه منه كتير. يمكن عليك ضغط، ضغط الصفقه الكبيره، يمكن عليك ضغط انه الناس شبهتك ببركات، لكن طبعا انا بشوف انه بركات في حته ثالثه. المهم انه عليك انك تفوق نفسك، لانه انا بشوف انه الموسم ده في انتقالات الصيف الاهلي هيتعاقد مع اكتر من لعيب، وفي لعيبه في مركزك لو ما اثبتتش نفسك ان انت تستحق تكون موجود في ال11 الاساسيين مش هتكون موجود السنه الجايه في الاساسيين خالص خالص. اللي انا عارفه انه الاهلي غير اللي قلت لكم عليهم اللي وقع معاهم واللي كلهم تقريبا في نفس المكان قدام، لكن كمان في لعيبه ثانيه في الاجنحه، وغير ان انت عندك اصلا طاهر وكهربا وصلاح محسن ووليد سليمان، عندك كتير موجودين في الحته دي، غير بقى ان في عمار واحمد عبد القادر ممكن يرجعوا، في ناس كتيره قوي موجودين ويقدروا يلعبوا الحقيقه، في ناس اولى انها تكون موجوده في التشكيله الاساسيه. فرسالتي لحسين الشحات ولغيره من اللعيبه اللي مش فايقه، فوق نفسك بنفسك لان الجمهور مش هيصبر عليك، دي حاجه. اللعيبه بقى نفسها لعيبه رجاله، الفرقه كلها لعيبه رجاله، لعبوا ماتش امبارح حلو، مش عايز اقول حلو فنيا، لكن قصدي ان هم اللي الطلب منهم عملوه، اللي الطلب منهم عملوه، كسبوا 2-0 نتيجه مقبوله، مش عايز اقول انها نتيجه يعني رائعه لكن مقبوله بالنسبه للقاء زي ده، وبالنسبه ان انت مجهد وبتطلع من يومين والتالت بتلعب، يومين والتالت بتلعب. فارجوك يا جمهور الاهلي ما تستناش اداء حلو من الاهلي في الفتره دي، عليك انك تستنى نتائج، وعشان احاسب موسيماني لازم اديله الادوات كلها. الراجل جه من اول السنه كان الفرقه موجوده، من اول تعاقده يعني كانت الفرقه اوريدي موجوده. مين التعاقد الوحيد او الاسم الوحيد اللي هو تعاقد معاه؟ والتر بواليا، وانا اعتقد بنسبه 100% بانه ما كانش عنده رفاهيه انه يختار من 50 واحد. هو اتقال له يناير والولد في الجونه وجاهز وهيجي الفيشه هتركب هينور وهدفهم وبتاع ماشي، لكن مش هو اللي قال يعني انا مش عايز غير بواليا. لا، اللي انا عارفه ان هو اصر على سيرينو، سيرينو ده الوحيد اللي هو كان مصر عليه. وعشان تقدر تحاسب اي مدرب، مش بتكلم هنا على موسيماني بس، لازم تديله كل الادوات، فرقه يختارها، معسكر يعمله، تجهيز يشرب الفرقه كورته. واعتقد انه اخد وقت علشان ما جاش في اول السنه. موسيماني عنده غلطات؟ عنده غلطات، انا مش بدافع عنه دفاع برضه عمياني، عنده غلطات؟ عنده غلطات فنيات يعني، عنده تغييرات غريبه؟ عنده تغييرات غريبه، عنده حاجات مش هي؟ عنده، بس في نفس الوقت بالورقه والقلم الراجل ناجح، دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا موجود وبينافس، فما تقدرش تلوم وما تقدرش تقول لا ده ضايع، لا ده ملوش فيها، يعني احنا برضو عندنا هنا عاش الملك ومات الملك دي في ثانيه، في ثانيه. فاكرين كوبر
الناس كلها كانت بتقول لا وده ملوش فيها وده بتاع. اول ما روحنا كاس العالم بقى هوبا وكوبر مفيش زيه وحاجات كده. فانت هنا بتقيم برضو بالقطعه بالماتش، لعبت ماتش حلو فالمدرب ده جامد جدا، لعبت ماتش وحش فالمدرب ده ملوش فيها. واحده واحده والحساب اخر السنه. وفي الاخر زي ما قلت لك ما ينفعش خالص انك تطلب باداء حلو من فرقه بتلعب كل 3 ايام، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ممكن ابقى انا جمهور طماع وبحب ده، بس في الاخر برضو لازم التمس العذر للعيبه والمدرب، اصابات وغيابات واجهاد وماتشات وسفر ومن جنوب افريقيا لقطر للمحله للاسماعيل وهكذا. فانت عندك برضو الدنيا مش سهله قوي. تعالوا ناخد راي واحد من نجوم النادي الاهلي على اللي حصل امبارح، كابتن هاني العقبي نجم النادي الاهلي السابق. كابتن هاني برحب بيك، صباح الفل. صباح الفل يا كريم، وكل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير، وتحياتي ليك ولكل مشاهدين اون تايم سبورت. وانت طيب وبالصحه والسلامه ومنورني وسعيد بوجودك معايا. وخليني اسالك كده، امبارح الاهلي قدم لقاء يعني اقتصادي، قدم اداء مش احلى حاجه لكن نتيجه مقبوله جدا، صح كده؟ بص انا عاجبني كلامك واسلوبك. اولا انت بتنتقد باسلوب محترم، وفي نفس الوقت انت بتتكلم على ايجابيات وبتتكلم على سلبيات، ودي حاجه محترمه جدا جدا جدا. خليني اقول لك الاول ان اولا مفيش اتنين لعيبه ممكن يبقى فكرهم زي بعض، مفيش اتنين مدربين ممكن فكرهم يبقى زي بعض. كل مدرب ليه فكره وليه طريقته وليه اسلوبه وليه فلسفته اللي هو من وجهه نظره شايفها صح. احنا لو بنتكلم على النتائج، نتائج محدش يقدر يتكلم عليها لانها لغايه دلوقتي نتائج بنسبه 100% تقريبا كويسه ونتائج محترمه. لكن كل الكلام وكل الانتقادات وكل الـ الامور الفنيه اللي احنا بنتكلم عنها، احنا شايفين امور ممكن تبقى مختلفه شويه عن اللي هو شايفها. انا هتكلم كمدرب، انا اللي يهمني النتائج. الاداء ده ممكن يبقى ايه نختلف عليه شويه، خصوصا كنادي زي النادي الاهلي. لكن لما تبقى نتائج كويسه، انا بقول دايما بتجيب يعني اداء كويس. لكن هي المشكله اللي احنا شايفينها او اللي انا شايفها، ان انا هتكلم انا كمدير فني طبعا مع احترامي وتقديري الشديد لمستر موسيماني، هو بيلعب بطريقه لعب غير مناسبه للنادي الاهلي. هتقولي طب ما النتائج كويسه، هقول لك ما النتائج كويسه لغايه دلوقتي، لكن ما تضمنش ان هي تفضل ماشيه كده، بالدليل ان انت في وقت قليل في الدوري اتغلبت ماتشين ورا بعض وتعادلت ماتشين ورا بعض والاداء بدا يبقى فيه مشاكل كتير. فانا وجهه نظري ان الاهلي ما يضغطش على الفرقه اللي بيلعبها ويستناها في نص الملعب، دي بتفقد النادي الاهلي كتير. صح. بتفقد النادي الاهلي هيبته واسمه ورهبته. ان انت بتدي الاستحواذ للفريق المنافس بيبدا ياخد عليك ثقه. وبعدين الحاجه الثانيه اللي انا بقولها كريم، انت تجري كفرقه تجري اكتر امتى، وانت معاك الكوره ولا وانت معاكش الكوره؟ والله يعني وانا معيش وانا معيش الكوره عشان استرجعها. بالظبط، هتجري اكتر. طب لما انت بتدي الاستحواذ للفرقه الثانيه، فانت بتبذل مجهود اكبر عشان تجيب الكوره، وبعد كده وجودك في نص الملعب انت باعد المهاجمين عن الجول. فانت بدل ما كان هيبقى عندك مسافه 30 متر تقدر تقرب من الجول، انت عندك مسافه 50 و60 متر عشان خاطر تروح للجول. فانت بتبذل مجهود اكبر. صح. مع ان انت بتدي الافضليه دايما للفرقه اللي انت بتلعبها واللي انت بتبقى موجود قدامها. وعجبتني جملتك كابتن هاني بتاعت الهيبه، ما تناسبش النادي الاهلي. الهيبه برضو مهمه جدا. انا نادي الاهلي ما ينفعش ان انا اسيب الكوره للي قدامي هو اللي يتحكم في الريتم. والله يا كريم انا بقول نسبه دايما الفرق الكبيره 40% من مكسبها للمباراه من الهيبه. صح صح. انت نازل اصلا خايف من اسم النادي الاهلي جدا. صح. وانت جدا. نازل خايف من اسم نادي الزمالك. صح. وخايف من اسماء الكبيره. لما انت بتنزل الملعب كلاعب كوره وبعد كده تلاقي الفرقه اللي قدامك سايبه لك الاستحواذ وبتلعبك من نص الملعب، انت بتاخد ثقه وبتحس ان انت افضل وبتحس ان انت احسن. صح. انا دي نقطه خلافي طبعا. توفيق اللعيبه او عدم توفيق اللعيبه دي حاجه في علم ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا برضو في نفس الوقت لازم كمدرب ادي فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن ما ينفعش ادي فرصه 10 و15 مره. صح. وبعدين انا كنادي اهلي المفروض اللعيبه اللي قاعده بره دي يتضاف عليهم 3 4 لعيبه ويعملوا فرقه الاهلي ب وينافسوا على الدوري. صح.
طب اللعيبه دي هتلعب امتى؟ ما انا بلعب كل 3 ايام ماتش وده حمل كبير وده لود كبير وكل الكلام ده واضح. طب اللعيبه دي هتلعب امتى؟ اذا كان مش هيلعب كل 3 ايام مباراه طب هلاعبهم امتى؟ فانا طبعا يعني بقول من وجهه نظري انا، لكن طبعا اكيد مستر موسيماني وجهازه الفني المحترم ممكن يبقى له وجهه نظر ثانيه، لكن في الاخر انا بتكلم في امور فنيه. طب خليني اسالك السؤال ده يا كابتن هاني، والحته دي مهمه جدا انا شايفها. عايزين افضل للنادي الاهلي. الاهلي زيه زي الفرق الكبيره كلها في العالم، المفروض ان كل اللعيبه اللي موجودين في القايمه لعيبه على مستوى. يعني عادي جدا انه مثلا زين الدين زيدان مع ريال مدريد طبعا. من اسباب فوزه بثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض انه قدر يعمل روتيشن من غير ما يتاثر، فقدر انه في الوقت اللي كل فرق اوروبا مجهده هو ما كانش مجهد لانه عارف يعمل روتيشن صح. هل الاهلي ما يقدرش يعمل روتيشن بكل اللعيبه اللي موجوده على الدكه دي وما يتاثرش كنتائج، ولا اللعيبه دي مش على نفس مستوى اللعيبه الاساسيه فلا هيحصل تاثير؟ لا ما اظنش، لان انا شايف ان لازم يحصل كده. يعني لو بيكهام لعب مكان هاني الفرق مش كبير قوي، ماشي، يمكن علي معلول هو المميز شويه، لكن بدر بنون يلعب، ايمن اشرف يلعب، رامي بيلعب، سعد سمير بيلعب، في نص الملعب عندك حمدي وعندك ديانج وعندك السوليه، لو انا غيرت بينهم كل واحد ريحته مباراه مش هيبقى عندي فيه مشكله. ال- 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 الخط الامامي لو لعبت كهربا وريحت حسين، او لعبت كهربا وريحت طاهر، او لعبت وليد سليمان وريحت قفشه، او لعبت ناصر ماهر، او لعبت قدام بواليا وريحت شريف في مباراه، او لعبت مروان محسن، مش هيبقى عندك مشكله. انت عندك فرقه ثانيه تقدر ان انت، صحيح مش هيبقى تغيير ال 11، لكن هيبقى التغيير على الاقل تقدر تحسبها كويس، ان انت 4 5 المباراه دي و4 5 المباراه دي، يبقى انت غيرت تقريبا الفرقه في خلال ماتشين وخليت اللعيبه تبقى واقفه على رجلها. لكن الناس هم اللي بيلعبوا، وهم اللي موجودين في المباراه، وهم اللي كل مباراه هم اللي بيشتغلوها. لازم طبعا اللعيبه هتتعب ولازم هيبقى فيه اجهاد. طب اسالك سؤال تاني يا كابتن هاني، انت برضو راجل لعيب ومدرب، افضل لعيبه في مصر، هو اصلا اللعيب اللي بيلعب كل 3 ايام ماتش ده بيجهد فعلا، ولا دي كلمه احنا طلعناها علشان نلتمس اعذار للعيبه؟ يعني انا احد النجوم والله الكلام ده لسه من 3 4 ايام قال لي يا كريم مفيش حاجه اسمها اجهاد، اما تلعب ماتش كل 3 ايام ايه الاجهاد في كده؟ فبرضو اشرحها لي. بص، هي مساله تعود. كويس، لو انت متعود من صغرك ان انت هتلعب كل 3 ايام مباراه، لما هتكبر وتلعب فريق الاول هيبقى الامر واضح جدا بالنسبه لك ويبقى طبيعي جدا، ماشي. لكن هي المشكله في ان احنا ما عندناش تعود. اولا طبيعه الجو مختلفه عن طبيعه اوروبا. احنا الجو بتاعنا حر، والجو بتاعنا ماهوش زي اوروبا، الجو دايما في لسعة البرد دي، مهما بتبذل مجهود فانت ما بتتعبش بشكل كبير. كويس، لا احنا عندنا الجو بتاعنا مختلف عن جو اوروبا، فما حدش يقارن ويقول اصل في اوروبا بيلعبوا كل 3 ايام مباراه. هو متعود على كده من صغره، فده امر طبيعي جدا. عندهم وسائل الاستشفاء هناك، اكل وشرب واجهزه بتوصل اللعيب ان هو بعد المباراه، على فكره اللعيبه بتلعب المباراه بتروحش البيت، في جوه الملعب وفي جوه الاستاد بيبقى في مختص وفي ساونا وفي جاكوزي وفي اكل معين بياكله وفي مشروبات بيشربها معينه بتعوض له كتير جدا جدا من اللي هو بذله. فكلمه ان مفيش اجهاد، لا بيبقى في اجهاد لان لعبتنا مش متعوده على كده. لكن في نفس الوقت انا كمدرب لازم برضو، طبعا محدش يقول الاحمال عاليه لان مفيش احمال اصلا، مفيش تدريب اصلا بين كل 3 ايام مباراه، انت ما بتمرنش. لكن لازم وسائل الاستشفاء تبقى كويسه جدا، ولازم انا كمدرب ما استهلكش اللعيب. يعني طبعا مع الفارق، يعني انا كنت بلعب في الدوري بتاعنا في الدرجه الثالثه سبت 3 سبت، فما ينفعش ان انا هلعب بنفس اللعيبه الاسبوع 3 مباريات طبعا. فكان لازم السبت لعيبه تبدا، لازم التلات لعيبة تانية تبدأ، ويوم السبت اللي هو الماتش التالت اللعيبة اللي هي ريحت هي اللي بتبدأ. لأن في الآخر ما ينفعش إن أنت تخبط دماغك في الحيط، أنت هتلعب كل تلات أيام مباراة. فلازم يبقى الأمور بالنسبة لك
تعرف تريح امتى وتعرف لو الماتش خلص بدري ان انت تريح لعيبه مجهده، لكن في اوقات الماتش كان بيبقى خلصان ولعيبه تانية هي اللي بتغير غير اللعيبه اللي مجهده في الملعب. صح. علشان كده برضو انا الكلام كتير قوي على قصه الاجهاد وان اللعيبه مجهده، لان في الاخر برضو اللعيب ليه طاقه، فلازم انا ابقى حاسسها وابقى شايفها ازاي ان انا ما استهلكش اللعيب، لان في الاخر دايما حتى بقول للعيب، اللعيب هو نازل المباراه البطاريه بتاعته 100%، بمرور الوقت بتقعد تقل. طب كويس، انا امتى ابقى عارف الشحن بتاع اللي عايزه تتشحن ومش عايزه تتشحن، وامتى ريحه وامتى خليه جنبي، وامتى ممكن يبقى الارهاق مأثر عليه ذهنيا فمش قادر ياخد قرارات صح فلازم يبعد ولازم يستنى شويه. الامور دي خلي بالك امور فنيه شويه، اكيد طبعا يعني مستر موسيماني وجهازه لازم فاهمينها وعارفينها طبعا، لكن ممكن مع الضغوط اللي عليك ومع الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري ان انت لازم كل مباراه تكسب ولازم تبقى افضل اداء ولازم ولازم ولازم، فساعات ممكن تتغاضى عن الامور دي وتلاعب تقول لا اللعيبه اللي رجليها في الملعب هي الافضل وهي اللي لازم تلعب. لكن لازم الامور انا شايف يبقى فيها توازن شويه. صح، بتفق معاك جدا. لقاء العوده اصعب من لقاء الذهاب، ولا بالنسبه لك النتيجه نوعا ما مرضيه فممكن جداً. الاهلي ممكن يبقى يعني لو لعب بطريقه رد الفعل هناك يبقى القصه اسهل له شويه لانه مش مطالب يسجل يعني. لا مباراه صعبه، مباراه صعبه، فرقه محترمه وفرقه تقيله طبعا. الفرقه دي حددتك في مصر في ملعبك بشكل قوي جدا. صح، محتاجة فكر معين، محتاجة اسلوب وطريقة لعب معين. اتمنى ان يبقى فيها تغيير عن اللي احنا شفناه في مصر، يعني لان الجو مش معاك، الملعب مش معاك، الذكريات السيئة اللي في الملعب مش معاك، الحماس والضغط الجماهيري اللي هيبقى عليك وطبعا ما فيش فار، فما انتش عارف الحكام اللي هتيجي هتبقى عاملة ازاي. صح. هل ممكن يبقى في مجاملة لرئيس الاتحاد الافريقي اللي هو من جنوب افريقيا دلوقتي ولا ما فيش، فانت ما انتش عارف الاجواء هتبقى عاملة ازاي، علشان كده لازم تبقى حاطط في دماغك ولازم تبقى مهيئ لعيبتك لكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل. صح. وممكن تبقى موجودة لان المباراة هتبقى صعبة وتقيل على فرقه النادي الاهلي. بتفق معاك جدا كابتن هاني، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، نورتني واستمتعت بالكلام معاك. حبيبي يا كريم، كل سنه وانت طيب، وانا اللي سعيد جدا بوجودي معاك وموفق دايما، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني العقبي، والحقيقه هو قال نقطه مهمه جدا جدا جدا، موضوع الفار. انا مش عارف هو ليه ما فيش فار في الادوار الاقصائيه، وده سؤال اتمنى ان انا الاقي اجابه عليه من الكاف. يعني هو ليه مفيش فار؟ امبارح اونيانجو عمل مشهد يعني غريب جدا. يعني انا اختلفت الحقيقه امبارح مع كابتن احمد الشناوي خبيرنا التحكيمي طبعا في اون، لكن انا عند رايي الراجل يطرد، يعني ده داخل قاصد انه يؤذي شريف وقاصد انه يضربه، فهي لو في فار ضرب الجزاء وكارت احمر ومحضر عادي، يعني يتعمل محضر بعدها عادي برضه، لكن ليه ما فيش فار؟ انا عندي السؤال ده ونفسي اعرف، يعني بتوفروا ايه، بتعملوا ايه يعني؟ طب ليه دخلتوا الفار لما انتوا عايزين تشيلوه من الادوار الاقصائيه؟ ليه؟ انا مش قادر افسرها. ليه ما فيش فار في الادوار الاقصائيه، دور الثمانيه ودور الاربعه؟ ليه؟ هل هيبقى بس في النهائي ولا كمان مش عايز تحطوه في النهائي؟ يعني امبارح اكتر من مشهد كان فيه تدخل فار، طبعا كان لازم يتدخل فار، لكن ابرزهم كوره اونيانجو. يعني الصور كفيلة انك تعرف من خلالها انه لازم يطرد وانها ضربة جزاء. طبعا طاهر الحقيقة على الرغم من تحفظي على اداء طاهر مع الاهلي من ساعة وصوله، لكن هدف رائع امبارح فكرنا باهدافه مع المقاولين، لكن طاهر مش هو طاهر لسه. مش ده طاهر بتاع المقاولين. في حاجات كتيرة قوي كلنا مستنينها من طاهر، اللي واحد من اللعيبة اللي مستنينها كمان في منتخب مصر. لكن انا نجم اللقاء بالنسبة لي امبارح اليو ديانج. الحقيقه يعني ربنا يبعد عنه الاصابات، لعيب مهم جدا 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 جدا، واتوقع بانه الاهلي صعب قوي يحتفظ باللاعب ده. لعيب صغير عنده 23 سنه، دولي، بيلعب في الاهلي اساسي، وقوي بدنيا وكمان عنده كوره، مش مجرد قوي وعفياجي وخلاص وما فيش كوره، لا عنده كوره، بيعرف يسلم ويستلم ويفتح الملعب ويبص وعنده رؤيه.
لعيب مهم جدا جدا. فنجم اللقاء امبارح كان اليو ديانج، وطبعا طبعا طبعا الشناوي اللي اعتقد انه جزء كبير من جمهور الاهلي هيتفق معايا في النقطه دي. انا بعتبر الشناوي 50% من قوه النادي الاهلي في اخر سنتين، 50% من قوه النادي الاهلي موجوده في محمد الشناوي. ربنا يحفظه لمنتخب مصر، واحد من اللعيبه اللي انا متاكد انه لو كان اصغر في السن كان زمانه موجود في اوروبا مستريح. مشكلته الوحيده انه ظهر واتطور جدا وهو سنه مش صغير، فما كان صعب ان هو يطلع اوروبا وامكانياته دي توديه في اوروبا في حته كويسه كمان. حارس مرمى من الحراس الكبار جدا جدا جدا، بيعيبوا بعض الشيء في الفتره الاخيره عصبيه، لكن اعتقد بانه الكلام يعني معاه من قبل الجهاز الفني هداه بعض الشيء، لكن حارس ما فيش زيه. بعد الفاصل نشوف الاول تقرير ونطلع على الفاصل ونرجع نكمل الكلام. برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا نكمل اخبارنا. عند وادي دجله عندهم مشاكل كبيره، غياب 10 لعيبه، وعندهم مشاكل بقى ان هم بيحاولوا يهربوا من الهبوط. فقرر الجهاز الفني لوادي دجله بقياده التشيلي ماريو سالاس تصعيد 5 لعيبه من قطاع الناشئين عشان يعوضوا الغيابات بصفوف الفريق الاول، واللي وصلت ل 10 لعيبه اصابات وايقافات. عندهم مشاكل كبيره جدا قبل مواجهه امبي والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي. دجله عنده اصابات ضربت الفريق، وصلت لخمس اصابات، واهمهم محمد هلال وايهاب المباركي ورودني انتواي وحسين ذكري وعمرو صالح. الايقافات 4 ايقافات، محمود مرعي وابراهيم ريع واحمد مجدي وعبد العاطي. وطبعا دييجو كالديرون سافر عشان جدته توفت، فعندهم 10 غيابات بالتمام والكمال. فداخلين معسكر يوم الاربعاء 3 ايام في العين السخنه علشان ماتش ام بي يوم السبت. وزي ما قلت لكم دجله بيعاني هذا الموسم تراجع نتائج وتواجد في المناطق المهدده او مهدده بالهبوط، وده غريب بالنسبه لي. عندهم استقرار وعندهم لعيبه وقطاع ناشئين كويس وعندهم مديرين فنيين كويسين، لكن دايما موجودين في حته خطر كده، فانا مش عارف ليه. فخلينا نعرف الاجابه من واحد من نجوم الزمالك اللي حاليا موجود في الجهاز الفني لماريو سالاس، واللي موجود بقى معاهم بقاله فتره، وهنساله على السؤال ده لما يبقى معانا على التليفون دلوقتي كابتن محمد عبد الواحد. لكن انا بستغرب جدا انه دجله عندهم مشاكل، زي ما قلت عندهم لعيبه كتير كويسه وعندهم قطاع ناشئين جيد جدا واداره مستقره، عقود ماشيه كويس، مدربين كويسين سواء المدرسه اليونانيه تاكيس جونياس او الاوبروسيه اليونانيه مع بابا باسيليو، او حاليا اللاتينيه التشيلي مايو سالاس، عندهم يعني كل حاجه. فانا مش عارف ليه دايما بيعانوا، هل لان الضغوط عليهم قليله جدا جدا فما فيش حد بيقول لهم يلا واشتغلوا ومستنيين وحاجات والاداره يعني مريحه، ولا قصه ماشيه ازاي؟ تعالوا نسيب دجله دلوقتي حد ما نرجع لمكالمه كابتن عبد الواحد ونروح لسيراميكا كليوباترا. كابتن ضياء السيد قرر ان هم يخوضوا لقاء ودي قدام المريخ السوداني يوم النهارده الساعه 6 علشان يستعدوا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. مباراه وديه هيشرك فيها بعض اللعيبه اللي ما بيلعبوش في الفتره الاخيره واللي ما لعبوش ماتش سموحه واللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. وطبعا سيراميكا كليوباترا عنده لقاء قدام امبي ضمن الجوله 23 في مسابقه الدوري، وبيسعى ضياء السيد في الفتره اللي جايه انه يجهز كل اللعيبه علشان يقدر يكمل في منطقه كويسه في الدوري الممتاز. جهاز فني محترم، ضياء السيد واحد من المدربين المهمين جدا في مصر لانه فاهم كوره وعلاقاته باللعيبه كويسه جدا، بيهتم جدا بالجوانب الانسانيه اللي مش كل المدربين الحقيقه بيهتموا بيها، وعنده خبرات كبيره جدا سواء مع المنتخبات او مع الانديه. والحقيقه واحد من الناس اللي انا كنت دايما ببقى مستغرب انه بعيد، ليه ضياء السيد بعيد عن الدوري الممتاز؟ ده هو احسن من ناس كتيره جدا موجودين في الدوري الممتاز، فازاي ما بقاش موجود؟ وكان سؤال بالنسبه لي غريب. فانا اتبسطت الحقيقه بتولي المسؤوليه في سيراميكا كليوباترا مع فرقه محترمه جدا، مع لعيبه كتير جدا مهمه، ومع لعيبه مع مدرب كويس يقدروا يعملوا حاجه في الدوري. ما ياخدوش الدوري بس يقدروا يبقوا موجودين في منطقه محترمه، يعني في الست مراكز الاولانيين، في الثمان مراكز الاولانيين. لكن ضياء السيد اسم ما يختلفش عليه اثنين، عمر ما سمعنا مشكله عنه، عمر ما سمعنا تصريح كده من الحاجات اي كلام اللي بتتقال في الاعلام. عمره ما اتكلم وقال انا مظلوم وانا ما اشتغلتش وانا ما بشتغلش وانا حاجات كده، لكن مدير فني جيد جدا جدا جدا
واعتقد انها فرصه جيده جدا عشان يثبت ويوري للناس انه لا طبعا يستحق مكان جوه الدوري الممتاز، بعيدا عن يعني ممكن تبقى قصه ماشيه بالمجاملات عن طريق الوكلاء عن طريق الحاجات اللي هي مالهاش علاقه بالكوره، لكن ضياء السعيد اسمه يستحق تماما التواجد في الجهاز الفني لاحد فرق الدوري الممتاز. طيب زي ما قلنا عندهم ماتش النهارده مع مريخ السوداني، ولقاء ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لهم. طبعا جهاز فني محترم عادل مصطفى وعصام الحضري وفرقه محترمه، وبالتالي في انتظار الحصان الاسود للدوري انه يستمر لحد اخر الموسم بشكله المحترم. ماشي كابتن محمد عبد الواحد جاهز معانا ولا ايه؟ شباب طيب خلينا نكمل. المقاولين واحد من الفرق برضو اللي عنده بدايه كانت صعبه جدا السنه دي، وقدم يعني خلينا نقول ان هو كان محتاس ما بين الكونفدراليه والدوري، خرج من الكونفدراليه على ايد النجم الساحلي، وبعدين البدايه السيئه استمرت معاهم شويه والنتائج المهتزه فضلت مكمله معاهم شويه. النهارده المقاولين اللي كان في المركز الرابع السنه اللي فاتت وكان بينافس جدا على التواجد في مربع الكبار، النهارده موجود في المركز ال 14 مش بعيد خالص عن مناطق الخطوره. وده غريب لانه برضه المقاولين معاه سكواد محترم، معاه جهاز فني محترم ومستقر، عماد النحاس واحد من المدربين المحترمين في الدوري الممتاز، فكان غريب جدا تواجدهم في المناطق الخطر دي. تعالوا ناخد محمد عادل فتحي مدير الكوره في نادي المقاولين او مشرف على الكوره في المقاولين العرب. يا استاذنا صباح الفل. استاذ محمد صباح الفل سامعني؟ ايوه صباح الفل وسعيد بوجود حضرتك معايا. كل سنه وانتم طيبين جميعا وتحياتي لكل مشاهديكم سامعين. وحضرتك بالصحه والسلامه. وسؤال يعني ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش المقاولين العرب، فكل الناس اللي بتتابع الدوري المصري بالنسبه لها في علامه استفهام، سكواد محترم وجهاز فني محترم واداره محترمه والمنظومه بشكل عام منظومه محترمه جدا المقاولين العرب طول عمرها، يعني ايه اللي بيحصل السنه دي؟ هل الفكره في الـ في الـ في الـ في المشاركه في افريقيا مثلا هي اللي شتتت بعض اللعيبه، ولا البدايه السيئه واهتزاز الثقه، ولا ايه اللي بيحصل؟ ليه المقاولين في مركز ما بيليقش باسمه يعني؟ هو يعني اولا بنشكرك على اللي انت بتقوله ان المقاولين فعلا نادي محبوب جماهيريا، انما الحقيقه واجهتنا ظروف صعبه جدا في بدايه السنه، 11 لاعب كورونا وتوالت الكورونا في الفريق ككل، بدايه طبعا ما كانتش موفقه، افريقيا طبعا خرجنا بتحكيم زي ما شفت بعد اربع ماتشات ماتشين وماتشين، فالحقيقه كانت الظروف كلها في البدايه، حتى الكابتن عماد النحاس جات في الكورونا وتوالت البدايه كانت طبعا غير موفقه وبالتالي اثرت على معاناه الفريق، لكن الحمد لله ان احنا بدانا نلم نفسنا. يمكن لو شفت حضرتك ماتشات الدور الثاني 2 مكسب و2 تعادل، فان شاء الله الامور تتحسن باذن الله واملنا كبير، عندنا جهاز فني وعندنا لعيبه رجاله جدا ومتعهدين هم انفسهم ان هم طبعا يصححوا الاوضاع، فان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. ماتش قدام الاسماعيلي والاسماعيلي ماشي بشكل كويس جدا مع ايهاب جلال وعاملين طفره وخمسه فوز ورا بعض، ودايما لقاءات الاسماعيلي والمقاولين لقاءات مثيره يعني، فاستعداداتكم للقاء الاسماعيلي عامله ازاي؟ ما فيش شك طبعا ان برضه مباراه الاسماعيلي بالنسبه لنا مباراه مهمه، لان احنا ما زلنا برضه في موقع لا يليق ابدا بنادي المقاولين العرب، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه في اصرار من اللاعبين وفي حماس من الجهاز الفني، انما احنا النتيجه دي بتاعت ربنا ان شاء الله، نتمنى طبعا التوفيق فيها وبنسعى لهذا من خلال التحضير والاستعداد ومعسكر 48 ساعه ان شاء الله قبل المباراه. في تقارير بتقول انه عماد النحاس ده اخر موسم ليه مع المقاولين، هل في اي كلام من ده؟ انا ما اعتقدش كل ده كلام، يعني زي ما احنا طول السنه عماد النحاس ماشي، عماد النحاس اهدمت، كل ده يعني اجتهادات شخصيه من اناث ضعاف النفوس.
من ضمن الحاجات برضو اللي الناس اتكلمت عليها في فترة أخيرة عروض لمحمد مجلي، هل وصل أي حاجة للمقاولين العرب في هذا السياق؟ إطلاقا وهو في مجموعة من وكلاء اللاعبين دلوقتي مفسدي، أنا مسميه مفسدي الكرة المصرية. تدوا رواج وشعات، تدي اللاعب دماغه تتشتت وهكذا، كل الكلام ده غير صحيح ولم يصلنا أي عرض أو أي طلب سواء رسمي أو ودي. يعني سيف الجزيري بعض التقارير قالت بانه كارتيرون مش على قناعه بيه وبالتالي ممكن يرجع للمقاولين، هل عندكم اي معلومات عن القصه دي؟ لا طبعا احنا ما عندناش معلومات، بس انا اعتقد برضه انها كلها اجتهادات. سيف الجزيري اخر مباراه اعتقد انه عمل مباراه جيده جدا، كان راجل واضح في المباراه. لا بالنسبه لنا مفيش اي مشكله، هم واخدينه اعاره بهدف البيع بهدف الشراء، لكن احنا لم يصلنا اي اخبار وكلها اجتهادات برضه زي ما بقول لحضرتك. لكن بالنسبه لكم اكيد مش هيبقى عندكم اي مانع انه يرجع تاني لو قرر الزمالك عدم تفعيل البند؟ طبعا طبعا مش اي مشكله. طبعا استاذ محمد انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا، شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. دايما المقاولين العرب كده متالقين. استاذ محمد عادل فتحي مشرف على الكوره في المقاولين العرب، واحد من الناس المحترمه جدا. الاسماعيلي زي ما قلت الاستاذ محمد على التليفون بيعيش طفره مع ايهاب جلال، 5 فوز ورا بعض، يعني ما اعتقدش انه ده حاجه غريبه على الاسماعيلي، لكن حاجه في الموسم ده ما كانتش متوقعه. الاسماعيلي حقق 16 نقطه من قبل ما ايهاب جلال يتولى المسؤوليه، من اول الدوري لحد ما ايهاب جلال تولى المسؤوليه، ثم من اول توليه المسؤوليه حقق 15 نقطه. انت متخيل يعني ايه الفرق؟ انت متخيل الفرق؟ ايهاب جلال عمل 5 فوز ورا بعض في حين ان هو ما حققش كل النقاط دي. يعني الاسماعيلي خاض 6 مباريات مع ايهاب جلال، حقق الفوز في 5، ما كانش حد يتوقع انه الطفره تحصل بسرعه كده. طبعا في كلام من دلوقتي على انه الصفقات اللي بتتجهز، ايهاب جلال بيجهز الصفقات، وانا من كل قلبي بتمنى انه ايهاب جلال يستمر مع الاسماعيلي، يستمر لاطول فتره ممكنه. وانا متاكد بانه ايهاب جلال لو استمر مع الاسماعيلي لفتره طويله بانه الاسماعيلي هيرجع لمنصات التتويج. اولا مدير فني من الناس اللي بتغير الفرقه تماما، يعني نفس اللعيبه دي كانت موجوده مع 50,000 جهاز قبليه، نفس اللعيبه ولا عليهم واحد زاد ولا عليهم واحد قل، لكن النهارده كلهم فاقوا. النهارده شكري نجيب بيقدم لقاءات حلوه قوي، احمد مدبولي نفس الكلام، حتى اري بابل وفخر الدين فاقوا، حتى طبعا ورا مروان الصحراوي هايل، الحراس كويسين جدا، عبد الله جمعه عواد كويس، حسين السيد هايل، كل اللعيبه الحقيقه مش عايز انسى حد، لكن كل الفرقه عامله شكل محترم جدا مع ايهاب جلال. 5 فوز ورا بعض طمع الناس، طب وليه لا بقى ما امشيش اكتر واتقدم اكتر واوصل لفوق اكتر، وايه المشكله ان انا اخلص الدوري وانا في حته قدام؟ وانا بقول انه ايه المشكله؟ الاسماعيلي يقدر يعمل ده، الاسماعيلي يقدر يفوز في زي ما فاز في 5 يفوز في 5 كمان في 7 كمان ويطلع لقدام خالص. عندنا في الدوري المصري الميزه انك لما بتكسب ماتشين 3 اسانسيره على الدور اللي فوق خالص. فالاسماعيلي فاز في 5 نقاط ورا بعض. نمسك الخشب يعني، بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشيه كويس، واللي انا بقول لكم عليه من خلال الكواليس بانه الاسماعيلي بيجهز صفقات محترمه. الاسماعيلي بيجهز صفقات ان شاء الله تكون محترمه. تعالوا ناخد واحد من نجوم الاسماعيلي، احمد سمير فرج، واحد من النجوم المهمه جدا في تاريخ الاسماعيلي. يا ابو حميد صباح الفل. صباح الفل يا كريم، وكل سنه وانتم طيبين وكل ساده المشاهدين بالف خير يا رب. وانت طيب وبالصحه والسلامه. وتعالى اسالك كده عن البدايه، يعني ما كانش حد يتوقع قوي ان الطفره تحصل بسرعه، والطفره حصلت بسرعه بعد مباراه يمكن النتيجه ما كانتش مرضيه فيها، لكن من اللي بعده على طول يعني خساره قدام سيراميكا كليوباترا وبعدين 5 فوز ورا بعض باداء كل مباراه احلى من المباراه اللي قبلها. ايه التوليفه اللي عملها ايهاب جلال عشان يوصل لده بسرعه؟ هو طبعا في البدايه خلينا نتفق ان انا وانت كان لنا لقاء قبل كده قبل كابتن ايهاب ما يمسك على طول، وكنا يعني متوسمين خير فيه وكان عندنا ثقه في الله عز وجل ثم في الكابتن ايهاب والجهاز الفني. صح. لا عمل حاجات كتيره جدا. في البدايه لازم نشكر كابتن محمد ابراهيم اللي تولى المسؤوليه في مرض الكابتن ايهاب جلال. طبعا 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 بنقول له الف سلامه، ربنا يشفيك وترجع ناديك وفرقتك وبين جمهورك. لا كابتن حمد يستحق الاشاده، وانا من هنا بطالب ان شاء الله نطمن بس على النادي الاسماعيلي الموسم اللي جاي ونخش افريقيا ونلعب، لازم يكون الراجل ده متواجد
كمدير فني ممكن نشوف الكابتن ايهاب جلال نسخه ثانيه ان شاء الله يعني ان شاء الله. الكابتن ايهاب كريم زي ما انت قلت لا يعني في تريكات كتير جدا جدا حصلت سواء في التشكيل في اسلوب اللعب. كان بعض الجمهور بيشكك ان الكابتن ايهاب بعض اللعيبه خصوصا خط الظهر ما يقدرش يلعب بالسيستم بتاع الكابتن ايهاب جلال، كان راجل كان مصمم وكان عنده وجهه نظر فنيه محترمه وقدر النادي الاسماعيلي يلعب كوره. انا عارف ان لسه لحد دلوقتي ما لعبناش منافسين اقوياء بصرف النظر عن النادي المصري، ولكن انت كنت بنفس الفرق دي ما كنتش بتكسبها، فاهم قصدي؟ فبالتالي لا يستحق الاشاده، ويعني حاجات كتيره جدا جدا منها اختيارات اللاعبين زي ما انت قلت شكر نجيب النهارده، انا حاسس ان هو صفقه ثانيه بعد ما كان الجمهور كله ما عندوش ثقه في شكر، لا بقى شكر دلوقتي هو ترمومتر الفريق. احمد مدبولي في حاجه ثالثه برضو، ان حسين السيد كان رقم ثلاثه في الباك ليفت، لا دلوقتي حسين السيد من افضل اللاعبين في الفرقه. محمد حسن، عبد الله، نفس الصفقات اللي بتيجي بين الدورين اللي احنا ما كناش متعشمين فيها خير، لا عملوا اداء ولا اروع يعني بصراحه. صح. ايهاب جلال لعب على الحته النفسيه اكتر، رجع اللعيبه يعني لاول حاجه رجع الثقه للعيبه، وتاني حاجه ابتدوا يصدقوه لما ابتدوا يفوزوا كمان. لكن هل الفوز ورا بعض ورا بعض يطمع اللعيبه زي ما طمع الجمهور؟ طبعا، لان يعني في كره القدم يا كريم زي ما انت عارف الفوز بيجيب فوز والخساره بتجيب خساره، ده شيء طبيعي. نادي الاسماعيلي النهارده يعني الاجمل من فوز كمان يا كريم ان الاسماعيلي بيلعب كوره حلوه، صح، وده ما كانش موجود قبل كده، ده كان مفاجاه بالنسبه للجمهور اللي هو احنا بننافس على الهبوط عاوزين نخرج من الدوامه اللي احنا فيها دي، ولكن لا النادي الاسماعيلي النهارده بيلعب كوره حلوه، بيبدا كوره من تحت واللعيبه اللي ما كانش عند الناس ثقه ان هي تقدر تبدا من تحت واسلوب الكابتن ايهاب جلال زي المقصه. النهارده الكابتن ايهاب جلال برده يعني حاجه نشيد بيها، ما جابش صفقات، صح، هي نفس اللعيبه وهم نفس المجموعه، اللهم ان بس اختيارات مميزه في الاماكن، توظيف اللاعبين، اسلوب اللعب. خلي بالك اللي بيميز الكابتن ايهاب جلال مش بس الكره الحلوه، هو الانتشار في الملعب. وطول ما الكره معاك كريم انت بتعمل مجهود اقل، لكن لو الكره مش معاك بتجري كتير، ده معروف في كره القدم. فالانتشار بتاع اللاعبين النهارده بتلاقي لعيب واتنين فاضيين. بعض الناس ممكن ما تفهمش الكلام ده في التلفزيون يقول لك ده ماتش سهل، لا هو الماتش مش سهل، انما الكابتن ايهاب والجهاز الفني توظيف اللاعبين في الملعب، ازاي الظهرين بيروحوا على قدام قوي ومش قلقانين الكره تقطع، ازاي في ناس بتعمل كفر في ظهرهم في حاله قطع الكره. فالنهارده الانتشار بتاع اللعيبه في الملعب بيحسسك النادي الاسماعيلي زياده واحد في وسط الملعب وزياده واحد واثنين يقدروا يستلموا الكوره، هو ده الميزه في الكابتن ايهاب وفي الانتشار. وخلي بالك برده يعني كابتن ايهاب جلال وكابتن علي ماهر برده عاجبني جدا في المصري بالسيستم ده، صح، نفس الفكر ونفس الشيء يعني. الدوري السنه دي شايفه ازاي يا سمير؟ يعني فكره المنافسه على المربع الذهبي، فكره المنافسه او الابتعاد عن خطر الهبوط، القصه واضح كده انها مش هتتحسم غير في الاواخر، لان المستويات مش بعيده عن بعض قوي يعني. والله يعني مش عايز اكون مجامل، المربع الذهبي يكاد يكون محسوم الا لو الاسماعيلي، والله بس مش عشان بشجع الاسماعيلي، لا يعني الاسماعيلي لو مشي بالمعدل ده لو كل ست ماتشات كسب اربعه حتى مش هقول كل خمس ماتشات تكسب الخمسه زي ما كنا، لا اعتقد ان هو هيكون قريب، خصوصا ان انت بتتكلم فرق 13 نقطه ما بينه وبين يعني المراكز المتقدمه مش كتير، صح، يعني بتتكلم الفرق كلها بتتعصر، ولكن اعتقد المنافسه على الدوري هتكون ما بين الاهلي والزمالك كالعاده. وفي بيراميدز والمصري بصراحه عاملين اداء محترم جدا، هم دول المربع الذهبي. واعتقد ان الاسماعيلي يعني مش عايز اكون طموح زياده عن اللزوم، لكن لو مشي بنفس المعدل ده لا اعتقد ان شاء الله ممكن يكون مش هقول في مربع الذهبي ولكن بينافس ان شاء الله. حلو. القصه تحت بقى، هل تتحسن في الاواخر ولا بالنسبه لك المؤشرات بانت؟ لا انا ممكن اقول لك على الاربعه اللي هينافسوا على الهبوط من دلوقتي. مين؟ الانتاج الحربي، وادي دجله، البنك الاهلي، اسوان. الانتاج الحربي ووادي دجله والبنك الاهلي واسوان، اكتر اربع فرق شايفهم عليهم يعني قلق؟ ثلاثه من الاربعه دول هينزلوا، ثلاثه من الاربعه دول يعني. طبعا اسوان عمل فتره مع الكابتن علي عبد العال في بدايه ما مسك وقدر يجمع نقط كتيره جدا، وكانت حاجه محترمه جدا، ولكن اسوان بقاله فتره الكيرف في النازل وما ما ما يعني ما بيكسبش، فدخل معاهم. بتكلم في ترتيب النقط، المقاولين العرب ما فيش خوف عليه، طلائع الجيش قدر يعدي، الاسماعيلي كان في مركز قبل الاخير عدى، فالاربعه دول هينزل منهم ثلاثه يعني، احنا بنقولهم من دلوقتي يعني ما فيش مفاجات هتحصل يعني. يعني اللي هم اخر اربع فرق في ترتيب الجدول دلوقتي هم دول اللي هيبقى بينهم الثلاثه اللي هيهبطوا، مش هيحصل مفاجات.
خصوصا ان نسبه المكسب يا كريم مش كبيره مش كتيره صح. يعني ما اسوان فتره كسب ماتشين ورا بعض وعمل 6 بونت فقدر ان هو يعدي ويهرب لكن دلوقتي ما بيحصلش فالفرق دي بقالنا كتير جدا ما كسبتش يعني فاهم قصدي سيبك من اسوان عملها بتكلم في الثلاث فرق اللي تحت لا يعني بقالنا قد ايه ما كسبوش مثلا 4 بونت ورا بعض ماتشين ورا بعض فبالتالي كل ده هيفضل متواجد في مراكز الهبوط لحد اخر الدوري اعتقد مفيش مفاجآت هما الاربع فرق دول هينزل منهم ثلاثة مش عايز ادخل قوي في تفاصيل اسامي ولو ان انا شايف ان الثلاثة اللي تحت هما اقرب ثلاثة مش عايز ادخل قوي في تفاصيل اسامي لكن عندي سؤال إيه؟ كده وعايز اسالك على الصفقات اللي انت بتتمنى انها تكون موجودة في الاسماعيلي السنة الجاية هو طبعا يعني مش هقدر اقول لك على اسماء بالتفصيل ولكن ممكن نتكلم عن مراكز طب قول لي مراكز نادي الاسماعيلي في احتياج لراس حربه لراس حربه صريح احنا بنفتقد دي يعني شكر نجيب وفخر ما بيعملوهاش اللي هو رقم 9 مفيش حد عندنا رقم 9 بشكل قوي اللي هو تقول بقى فيرود ومحطه وكلام يعني كان فيش لونجو لكن واضح انه مفيش قناعه كبيره بيه ولكن يعني. ونادي الاسماعيلي ناجح لا يعني شلونجو طبعا مع كامل احترام ليه يا كريم ما يعني مستواه مش ثابت يعني حتى لما تيجي تقيمه لا مستواه مش ثابت انت بتتكلم النهارده في حسين السيد وعبد الله جمعه دول اعاره لو هيستمروا تمام انت كده قفلت مركزين لو مش هيستمروا لا انت محتاج الباك يمين وباك شمال المركزين دول خصوصا الباك ليفت اللي بعد حسين السيد محمود البدري ربنا يرجعه بالسلامه رباط صليبي ورضوان شريف اللي انا مع كامل احترام ليه ويعني والامكانياته انا شايف انه لا يصلح ان يمثل نادي الاسماعيلي صح الناحيه الثانيه نفس الشيء في الباك رايت لو عبد الله جمعه ما استمرش لا انت محتاج كده عبد الله عواد سوري يعني ما استمرش لا محتاج باك رايت فانت بتتكلم لو استمر محتاج واحد معاه برضه نهاب جلال هيكون في تواجد لحارس مرمى ومحتاج حارس مرمى النادي الاسماعيلي السنه الجايه لان الكابتن ايهاب كل شغله مع حارس المرمى كابتن ايهاب جلال من النوع كريم لو عنده حارس مرمى 80% وبس رجليه مش كويسه و60% رجليه كويسه هيلعب 60% صح لان ده بيساعده على بناء الهجمه طريقه لعبه صح فبنتكلم في اربع مراكز مش محتاج ديفندرات عندنا ديفندرات كتيره جدا صح النهارده احمد مدبولي من ساعه ما جه كابتن ايهاب متوهج يقدر يلعب حته الهاف ليفت ويقدر يعمل رقم 10 صح. عبد الرحمن مجدي لسه ما رجعش بالسلامه فاعتقد الحته اللي قدام دي مش محتاجين فيها غير فيرود صريح في حد في مصر عاجبك ولا بالنسبه لك اجنبي احسن لا في كتير عاجبني يعني انا ممكن اقول لك على الترتيب مثلا مصطفى محمد طبعا بره مصر صعب يجي نادي الاسماعيلي بتكلم في احمد ياسر ريان بتكلم في ناصر منسي بتتكلم في حسام حسن بتتكلم في عمرو جمال دول اللي متوهجين شادي بتاع السيراميكا برضو يعني بتتكلم في 5-6 اسماء ولكن الفكره هنا كريم هل مجلس الاداره هيساعد الكابتن ايهاب جلال انه يجيب صفقات سوبر خلي بالك برضو الميزه في الكابتن ايهاب مش بتاع شو يعني انت ايه رايك هل مجلس الاداره هيساعد هم عايزين يجيبوا صفقات غاليه ويشتغل باقل الامكانيات يعني انا سامع ان ايهاب جلال طلب صفقات تقيله او بيخطط لصفقات تقيله هل مجلس الاداره يقدر يساعده ويجيب له الصفقات اللي هو عايزها والله انا اشك في ده لان الكابتن ايهاب كان ماسك في فرق امكانياتها الماديه احسن من نادي الاسماعيلي وما طلبش صفقات كبيره لا مش يعني تقيله لا مش قصدي تقيله يعني تقيله اللي هي قاعده معاه قريب كده من كام شهر بس قصدي لعيبه يعني برضو مش تعبانه يعني مش لعيبه قليله يعني لا طبعا مش تعبان كابتن ايهاب بقول لك كنت قعدت معاه من فتره كده مش كبيره قوي اتقابلنا بالصدفه وقعدنا نتكلم يعني بحب كابتن ايهاب جلال جدا على المستوى الشخصي وقبل ما يكون مدرب يعني لانه كان معانا مدير الكوره في النادي الاسماعيلي وكان دايما بيتكلم معانا في موضوع الروتيشن ده ايام جوارديولا هو كابتن ايهاب مهووس بجوارديولا شويه يعني فاكتر حاجه بتضايقه اكتر حاجه بتضايق كابتن ايهاب انه بيقول لي لما المدرب يبدا يا احمد فتره الاعداد ويكون هو المسؤول عن اللعيبه ويفشل دي بتبقى صعبه جدا صح. لان هنا اختيارك انت اللي اخترت اللعيبه دي صح. ومفروض ان انت اللي عارف ده هيقدر يساعد شغلك ولا لا فلما بتيجي في وسط الموسم انت الموضوع بالنسبه لك يعني امر واقع زي ما هو موجود دلوقتي ما نقدرش نطلب منه اكتر حتى لا قدر الله لو يعني هرب من الهبوط وما عملش مراكز متقدمه فبالتالي هو نجح لكن لو جه بقى ان شاء الله في بدايه السيزون الجاي وقدر يجيب 3 4 لعيبه محترمين مش عايز اقول سوبر لان الاسماعيلي مش بتاع صفقات سوبر ماشي. يعني الاسماعيلي مش من الانديه اللي هي بتجيب لعيبه ب 4 مليون دولار و5 مليون دولار لا زي لا لا انا مش قصدي كده برضه يعني الانديه دي لا مش بتكلم على اقول لك
المستوى ده من الصفقات، بس بتكلم على صفقات كويسه يعني اضافات زي حسين السيد، زي محمد حسن، يبقى اسم كويس عنده خبرات يقدر يضيف للفرقه يعني. ما هو انا متفق معاك في مختلف طبعا، لان ايه الاتفاق ان فعلا اللعيبه دي جت اضافت، ولكن اللعيبه دي ما كانتش بتلعب في انديتها فعشان كده راحت النادي الاسماعيلي، انما اللعيبه دي لو بتلعب وماشيه كويس هيبقى سعرها غالي. فاذا هنا الرؤيه الفنيه كويسه تحسب اللجنه الفنيه اللي هي لولاها ما كانش هيبقى موجود الجهاز الفني المحترم ده. ماشي. لكن اعتقد ان زي ما احنا بنتكلم في اللعيبه دي، لا الاسماعيلي يقدر يجيب 3 4 صفقات كمان على المستوى الفني لا يقل عن اللعيبه اللي يتناسبوا مع رؤيه الكابتن ايهاب جلال اللي يقدر يلعب بيهم الكوره والسيستم اللي هو بيحبه. ابو حميد انا بشكرك جدا جدا على وجودك معايا كالعاده، استمتعت بالكلام معاك ويومك حلو ان شاء الله. شكرا يا كريم، كل سنه وانت طيب وكل الساده المشاهدين بالف خير. وانت طيب وبصحه وسلامه. احمد سمير فرج واحد من اللعيبه المهمه جدا اللي مثلت الثلاث انديه الكبيره في مصر، الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ومن احمد سمير فرج لمحمد عبد الواحد. مو يا مو، صباح الفل. صباح الخير يا كريم وكل عام وانت بخير يا حبيبي. وانت بالصحة والسلامة، وسعيد بوجودك معايا ووحشني حبيبي. وانت كمان والله. والسؤال اللي بيدور في ذهن كل الناس هو ليه دجلة كل سنة بيعاني مع انك عندك قطاع ناشئين كويس وعندك مدربين كويسين وعندك إدارة مستقرة وعندك كل حاجة، ليه دجلة بيعاني؟ والله زي ما الناس كلها عارفة يعني احنا بنعاني كل موسم. السنة دي انا شايف السنة دي بأصعب موسم، يعني انا مش شايف كان في معاناه، لكن السنه دي من اصعب المواسم نظرا لان في فرق صعدت من تحت عملت نتائج ايجابيه، عندك صور شرعيه كبيره زي السكه وزي البنك الاهلي فجابوا لعيبه كويسه، المحل عامل موسم هايل، عامل موسم رائع بصراحه، كل التحيه والتقدير ليهم يعني. فحط الفرق كلها، معظم الفرق زينا وزي الانتاج، تحت ضغط النتائج. النتائج مش على ميران يعني، نتائج سلبيه، ساعدنا مرات كويسه وبنخسر. يعني نتمنى الخروج من الجبهه اللي احنا فيها دي. الموضوع مش صعب، لكن انا شايف ان ده اصعب موسم لينا، لكن احنا عندنا ثقه في اللعيبه. طبعا احنا غيرنا معظم الناس اللي كانت موجوده معانا في السنه اللي فاتت، خاصه الخط الهجوم يعني. فده عمل برد معانا بالحته، يعني غيرنا، جبنا اربعه مكان مروان حمدي ومكان رجب عمران وكان في كاب ومكان عبد الكبير الوادي. غيرنا الطقم اللي فوق كله. فده تغيير الاجهزه الفنيه، اللعيبه لسه يعني مش قادرين نحفظ طريقه الراجل الخواجه القديم، وغيرنا المستر ماريو دلوقتي، بنعمل ماتشات كويسه جدا وبنخسر لعدم تركيز، يعني خسرين ماتش في 94 ماتش التقاولين، ومضيعين قبلها ضربه جزاء، ثلاث نقط كانوا يحطوه في مكانه كويسه. ماتش عندي كسبانين ونخسر 2-1، ماتشات كتير يعني، عشان ما في ماتشات واقعه من زيني، بنبقى بنلعب ماتشات كويسه جدا وبنخسر زي السنين اللي فاتت. عندنا برضو الفرقه التكوين بتاعها، عندنا يعني متوسط العمر بتاعنا صغير، الخبرات بتاعتنا ما عندناش غير حسام عرفات وصلاح امين وعبد المنصف، ومحتاجين كنا محتاجين خبرات اكبر من كده تدينا تقل شويه في وسط الملعب، لكن عندنا ثقه في المجموعه اللي موجوده. زي ما انت شايف السنين اللي فاتت كنا بنمر بنفس الازمه، والحمد لله ربنا بيكرم في الاخر كده، والدور الثاني بنحقق نتائج ايجابيه. لكن انا برضو قلقان ان السنه دي، لا زي ما قلت لك انا بدات كلامي في اول الموسم، السنه دي لا، الفرقه اللي صاعده عندها امكانيات وعندها امكانيات تحفيزيه ان انت تحافظ لعيبتها بمكافئات وعملوا نتائج ايجابيه. يعني كنا بنشوفها كريم قبل كده، الفرق كانت بتصعد دايما فيهم فرقتين بينافسوا على الهبوط، صح؟ يعني الثلاثه اللي مصاعدين زي طنطا، الفي سي مصر، النجوم، دايما في فرقتين كده، دمنهور قبل كده، الشرقيه قبل كده، فاهم قصدي؟ دايما كان في فرقتين بينافسوا برضو على الـ على الـ على الهبوط. ماشي. السنه دي لا، انت شايف الثلاث فرق اللي صعدوا، البنك الاهلي والمحله وسيراميكا. البنك الاهلي بيعاني شويه، لكن سيراميكا كليوباترا والمحله ماشيين كويس. سيراميكا وكليوباترا خلاص، والمحله دي فرقتين من اللي كنت عامل حاطط لك ان هم صاعدين من تحت، فممكن يبقوا معاك في اللعبه. خلاص عدوا، ما فضلش معاك غير البنك الاهلي، انتاج، دجله، مقاولين، اسوان، دول اقرب يعني. دول اقرب، فانا ثلاث فرق من الخمسه دول اقرب. يعني انا شايف ان موضوع الهبوط هيبقى في فرق كبيره هتنزل السنه دي، يعني فرق لها اسم هتنزل السنه دي نزلا لقوه الدوري، وزي ما قلت لك القوه الشرعيه بتاع الفرق اللي صعدت ضغطت فرق ثانيه تتحط في الموقف ده. اتمنى طبعا. طب خليني اسالك على حاجه برضو يا مو، هل اللعيبه متلخبطه شويه بعد تغيير المدرسه اليونانيه والابرسيه لمدرسه لاتينيه؟ يعني اكيد الراجل مختلف تماما عن اللي قبله.
بص، هو تغيير اجهزه الفنيه ده شك انه بيعمل لخبطه شويه مع اللعيبه، وبالذات انك لسه قايل ان الخبرات برضو قليله في الفرقه يعني، والطريقه غير الطريقه. لا شك ان تغيير اجهزه الفنيه ما بيبقاش كويس، مش مستحب لاي فريق، مش لدجله بس، لاي فريق حتى بينافس على البطوله. تغيير الاجهزه الفنيه مش بيبقاش له، ما بيبقاش مستحب. انت بتغير الاجهزه الفنيه حاجه غلط، انت جبت اخرك بقى خلاص، وصلت لمرحله ان لازم تغير يعني. خلاص الدنيا مش ماشيه مع مدرب اللي قبل كده، فبيجي مدرب تاني خلاص عارف لازم في وقت كده لازم التغيير، ما ينفعش تاخر فيه. لكن التغيير ساعات بيجي بنتيجه ايجابيه وساعات بيجي بنتيجه سلبيه. كل الفرق، مش بتكلم عن دجله تحديدا، يعني في فرق غيرت اتحسنت وفي غيرت ما اتحسنتش. طب يعني المقصه لما غير نتائج مش ايجابيه 100%، مش زي ما كان مثلا كابتن ايهاب موجود. الاسماعيلي لما غير النتائج بقت كويسه، صح، مع الكابتن ايهاب، وهكذا يعني. ممكن نتائج سلبيه مع الفرق ونتائج ايجابيه مع الفرق الثانيه. اتمنى طبعا الخروج، احنا في موقف لا يحسد عليه، موقف صعب، لكن اللعيبه رجاله وعندنا ثقه فيهم. اللعيبه رجاله وان شاء الله نقوم بالكابوه دي، واللعيبه قعدت مع بعض وكان عندنا اجتماع مع رئيس النادي مع المهندس ماجد الثاني، وان شاء الله يبقى فيه تغيير الفتره الجايه بدأت من ماتش يعني ان شاء الله رب العالمين. طب شويه اسئله بقى سريعه كده. في تقارير بتقول ان بعض اللعيبه تدخل في مفاوضات علشان تحسبا لهبوط دجله فيبقى مامن نفسه، عندك اي معلومه في القصه دي؟ لا لا لا، ما عنديش حاجه في القصه دي. واللعيبه مرتبطه بعقود مع النادي، واي لعيب مش هيمشي الا عن طريق النادي. ما عندناش لعيبه فري انها تمشي فري يعني، ما عندناش على حد عقد وقرصان السنه دي هيمشي فري. اللعيبه كلها مرتبطه بعقود سنه وسنتين مع النادي، فاوريدي النادي اللي يملك عقد اللعيب هو النادي المتصرف او متحكم في انه يبيعه او ما يبيعوش. واعتقد ان اللعيبه حاسين بالمسؤوليه، واللعيبه عارفه النادي في وقت صعب، واللعيبه هتقف جنب النادي. النادي ما باخدش عليهم بحاجه، زي ما انت قلت بقى، الاداره مستقر، الاداره محترم، بيصرف المكافات في مواعيدها، العقود في مواعيدها، فمش مخلي اللعيبه محتاجين حاجه. فاعتقد ان دور اللعيبه ان يرد بال النادي اللي بيديهم كل حاجه يعني. الاداره مش بتضغط على اللعيبه فاللعيبه مريحه؟ لا لا لا، الاداره عامله دورها على اجمل وجه. انا شايف الاداره مش مقصره في حاجه، زي ما قلت لك من شويه، الاداره موفره كل حاجه للعيبه. الكره في ملعب اللعيبه دلوقتي، واللعيبه يعني اتمنى ان هم يعودونا زي ما عملوا السنتين اللي فاتت، هم يبقوا رجاله في ماتشات الدور الثاني وبيحاولوا نتائج ايجابيه. اتمنى ده يحصل السنه دي، واتمنى ان يبقى فيه فوقان السنه الجايه، ان احنا نجيب كواليتي ولاعيبه كويسه يقدروا يحطوا دجله في مكان كويس. تتوقع انه عبد المنصف ده اخر موسم ليه مع دجله، ولا ممكن يكمل في ملاعب تاني؟ لا لا لا، اعتقد عبد المنصف هيكمل، والتارجت بتاعه انه يكمل. واعتقد شفت السنه دي عبد المنصف شالنا في مباريات كبيره، طبعا طبعا، عمل ماتشات حلوه كتير، مباراه يعني الاهلي والزمالك كمان، مباراه كبيره يعني. مباراه هو كان نجم الاوحد في مباراه الاهلي، وكان نجم الاوحد في مباراه الزمالك، عمل سيزون هايل. فاعتقد ليه يبطل يعني، حرام يظلم نفسه. دايما في كلام على محمد هلال ومحمد عبد العاطي، هل في اي مفاوضات من اي حد او اي عروض شفويه؟ ما جالناش اي حاجه رسميه للنادي، وما اعتقدش ان انتوا هتتكلموا في القصه دي قبل ما تتاكدوا من الامور تمام يعني. طبعا اللعيبه مركزه، زي ما قلت لك اللعيبه مركزه في التمرين، مركزه في نطلعوا النادي من الكابه اللي هو فيه، ومفيش اي حاجه في الكلام ده دلوقتي. انا بشكرك جدا يا مون، كل التوفيق ان شاء الله. دايما دايما كده، واحد من الناس المحترمه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وكل سنه وانت طيب، وبالتوفيق ان شاء الله لوادي دجله فيما تبقى من الدوري المصري الممتاز. بعد الفاصل نكمل كلامنا، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وقلت لكم في اول حلقه النهارده عندنا ثلاث لقاءات مهمين جدا الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، ثلاثي القمه في اسبانيا هيلعبوا في نفس التوقيت، كل واحد عنده لقاء صعب علشان ياكد احقيته بالفوز بالليغا. تعالوا ناخد شويه اخبار كده قبل ما ينضم لنا الشباب من الفان زون. اشرف حكيمي بيقترب من بايرن ميونخ، تقرير صحفي اسباني اكد النهارده انه في شويه مفاوضات او شويه تقدم في مفاوضات بايرن ميونخ مع ظهير انتر ميلان المغربي اشرف حكيمي. اشرف اللي طبعا ظهر مع ريال مدريد وتالق حتى مع دورتموند، واحد من اللعيبه المهمه جدا مع انتر ميلان، في مشاكل كتير عند انتر ميلان، قرروا ان هم يبيعوا بعض النجوم علشان عندهم بعض المشاكل الماليه. فمن ضمن الاسامي اللي اتطرحت ان يتباع هو اشرف حكيمي، لانه في بايرن ميونخ في كلام على انه بنجامين بافار الظهير الايمن الفرنسي يعني في احسن منه، هم بالنسبه لهم شايفين انه في احسن منه، وليه لا ما يكونش اشرف حكيمي اللي تالق مع دورتموند في وقت من الاوقات، وبالتالي هو مش غريب على الدوري الالماني. لكن كمان انتر ميلان في كلام كتير على انه قد يقبل بعرض ريال مدريد المقدر ب 90 مليون يورو علشان يبيع لوتارو مارتينيز. ريال مدريد في كلام كتير على انه هيفتح الخزائن السنه دي علشان يتعاقد مع اكتر من نجم في اكتر من مركز،
طبعا يعني برغبة زيزو لو كمل، لأنه زيزو قبل لقاء سيفيا اللي فات اتكلم مع اللعيبة قال لهم انه احتمال كبير جدا ما يكونش معاهم السنة اللي جاية. تعالوا ناخد اتنين من نجوم الفان زون، وسام عادل ومحمد ياسين. صباح الفل يا شباب. صباح الخير، كل سنة طيب وانت طيبين ومنوريني وسعيد بوجودي معاك. وتعالى ابتدي يا وسام كده معاك سريعا جدا. النهاردة في ثلاث لقاءات في لاليجا، والثلاث لقاءات في نفس التوقيت، وثلاث لقاءات كل واحد منهم عمال يتعطل وعمال يسيب الدنيا. يعني كل اسبوع بنلاقي حاجات تحس ان الثلاثة بيعزموا على بعض. فشايف انه هل ستحسم لاليجا النهارده ممكن تبان، ولا لا في اللحظات الاخيره من الدوري هي اللي هتحسم؟ لا انا اعتقد في الجوله اللي جايه. فاكر لما احنا اتكلمنا برضه في اول موضوع ده قلت لك ده شبه موسم 2014. ايوه، لو محدش عايز الدوري بالظبط، فعلا محدش عايز الدوري، كله كل اسبوع حد من الثلاث جماهير يتعشم ويقول خلاص الدوري ده بتاعنا السنه دي، لان فرقته اتخذلت او ما قدمتش الاداء او ما كانتش محظوظه، لان مش كل الماتشات كان فيها تخاذل. في ماتشات اتلتيكو قلت فيها قله حظ، ماتش ريال مدريد وسيفيا الاخراني أسوأ سيناريو ممكن يحصل حتى في تفاصيل الماتش نفسه. فانا شايف ان الفرقتين النواقص اللي فيهم كعناصر في الملعب او كدوافع في الثلاث فرق هي بتخليك لحد اخر لحظه مش عارف. واخر حاجه اتلتيكو مدريد يبان على الورق عنده اسهل ماتشات، بس هو عنده ماتش مع اقرب هو بلد وليد طبعا. اخر ماتش في الدوري ان هم بلد وليد عنده يعني احتماليه انه يقعد في الدوري، هو مش شرط يهبط بس احتمال، تلاقي ان مهمته تصعب النهارده. فاحنا برضو الاخر جيم دي مرتبط بالنهارده، فهو لا انا حاسس ان اليومين مع بعض باكج لازم نذاكرهم كويس للثلاث فرق يعني. وسام مين احق بالدوري؟ يعني من خلال اللي شفناه في الاسابيع اللي فاتت دي كلها، مين في الثلاثه احق بالدوري؟ اتلتيكو مدريد اللي ضيع على نفسه فرصه الصداره وانه ما حدش يلحقه، ولا برشلونه اللي رجع برده من بعيد وابتدى يتحسن بعد فتره من التذبذب، ولا ريال مدريد اللي بعد ما خرج من الشامبيونز ليج ابتدى يركز في الليغا؟ مين فيهم احق بالليغا السنه دي؟ كاحقيه اشبيليا يعني، ولا حد من الثلاثه الصراحه. بعدين اشبيليا جالهم ست ماتشات ورا بعض كده كانوا الاخضر واليابس، بعديها تعادلوا مع مدريد وكده، فهم ماشيين كويس. لكن اتلتيكو ما ينفعش فرقه تبقى عندها فرق 13 نقطه بايدك لوحدك يعني تفرط في المبادره اللي عندك دي، بالذات ان انت ما خسرتش من برشلونه وريال مدريد في الدور الثاني، انت تعادلت معاهم. فانت كل اللي وقعته النقط فيهم اربع نقط، ايه مبرر التسع نقط التانيين دول؟ لا، فاتلتيكو مدريد طبعا بالتفريط اللي فرط فيه وكل شويه جرب خطه جديده وكده، لا مش احسن موسم لاتلتيكو. واعتقد اتلتيكو في المكان ده بسبب تقصير ريال مدريد وبرشلونه. تقصير ريال مدريد انا شايف فيه مشكله اداريه، ان احنا بانت في اخر الموسم ان احنا عندنا سكواد ما يقدرش يلعب موسم كامل على كذا بطوله. صح. برشلونه داخلين الموسم بحته عندهم زي ما تقول هانج اوفر من حته ميسي، هل قاعد ماشي قاعد ماشي قاعد ماشي، لو نفسهم دخلوا في الموسم وهم مش جاهزين، لا جاهزين كسكواد ولا جاهزين كخطط وعارفين هيلعبوا بخطه ايه، لان احنا شفنا برشلونه ابتدى بطريقه وبينهي الموسم بطريقه ثانيه هي شكلها الاقرب ان هي تكمل مع كومان. فلا انا كاحقيه الثلاثه بصراحه، لكن اشبيليا اكتر واحد في الاربعه يعني. ها سيفيا اكتر حد عمل مجهود واضعف فريق، ولوبيتيجي عمل شغل جامد، عمل شغل حلو. فلا فانا حاسس ان هم كاحقيه سيفيا، بس هم ما اعتقدش ان هم عندهم يعني لا قصه صعبه خلاص. ياسين المدربين المدربين الثلاثه كل واحد منهم عنده قصه. دييغو سيميوني البعض قال انه ياسين انت سامعني صح؟ انا مش سامعك كويس، الصوت في حاجه من عندك، بس خلينا يعني لحد ما تجاوب كده يمكن الصوت يتحسن من نفسه. دييغو سيميوني البعض قال انه غالبا الموسم الجاي مش هيكون موجود مع اتلتيكو مدريد. تقارير قالت ان زيزو اتكلم مع اللعيبه وقال لهم قبل ماتش سيفيا انه مش هيكمل الموسم الجديد، ونفس الكلام تقارير قالت انه رجاله برشلونه قعدوا مع وكلاء ليهم علاقه بهانز فليك، فممكن يبقى الاسم ارتبط بالنادي. هل تعتقد بانه هيحصل تغييرات على راس الثلاث اجهزه فنيه في الموسم الجديد؟ هو احتمال يحصل تغييرات، بس انا مش مع التغييرات دي، لان بصراحه الاتلتيكو يعني سيميوني، يعني انت بتتكلم في ال 10 12 سنه اللي فاتوا دول، سيميوني هو اللي خلق اتلتيكو، هو اللي خلاهم محطوطين على خريطه العالم، هم اللي خلاهم موجودين على طول في الشامبيونز ليج، بينافسوا خدوا دوري هياخدوا الثاني غالبا.
كومان اشتغل في ظروف صعبه جدا، ميسي هيمشي، لعيبه بتفقد مستواها، كل ان هو يبقى بينافس دلوقتي ده انجاز في حد ذاته لكومان. وزيدان حدث ولا حرج، يعني هو بصراحه فلورنتينو بيريز بيظلمه جامد لان معاه فريق متوسط اعماره كبير، النجوم بتاعه زي بنزيما زي مودريتش سنهم كبر جدا. فالحقيقه يعني كلهم محطوطين في ظروف صعبه جدا، الكره الاسبانيه بصفه عامه في ظروف صعبه ماديه واقتصاديه وديون وناس بيتقبض عليها، فالحقيقه المدربين دي بتشتغل في ظروف في منتهى الصعوبه. واي حد هيجي دي المنظومه اللي موجوده حاليا من الاداره سواء من لابورتا او بيريز او بولاك اتلتيكو، ما اعتقدش ان هم هيلاقوا شغلانه احسن، يعني هيلاقوا ظروف احسن لو صفوف الانديه دي ما اتدعمتش والسكواد بتاعتهم اتحسنت بشكل كبير جدا. بالنسبه لهانز فليك انا اتصور ان هو 100% مع المنتخب الالماني، واتصور فرص ان هو يروح برشلونه ضعيفه جدا. طيب خلينا نتكلم على السكوادز، هل تعتقد انه الثلاثه هيضخوا اموال كبيره في الصيف علشان يضموا، ولا ريال مدريد هيبقى اكتر باعتبار ان الامور الماديه هناك احسن من برشلونه من اتلتيكو مدريد؟ هم دايما الانديه دي بتتصرف بشكل او باخر، بيجدوا الموارد اللي تخليهم يشتروا اللعيبه دي. صحيح ريال مدريد ما اشتراش اخر ثلاث سنين وعنده تجديد الاستاد وعنده مشاكل كبيره من اليوروبيان سوبر ليج اللي احنا لسه مش عارفين العقوبات اللي هتتفرض عليهم وعلى يوفنتوس هتبقى شكلها عامل ازاي، بس ريال مدريد هو ريال مدريد الملكي، برشلونه هو برشلونه، ودايما اللعيبه بتبقى حابه تروح لهم وبتبقى جزء من المشروع. والحقيقه المشروعين دول تحديدا اعتقد ان هم جذابين جدا لفكره ان انت بتيجي زي ما تقول اسره جديده او اعاده بناء جديد. يعني كريستيانو رونالدو في 2009 لما راح وبدا معاه الجيل بتاع الانتصارات ده، في مشروع ممكن يتباع لمبابي مثلا او لهالاند، تبقى انت نواه الجيل الجديد من ريال مدريد او برشلونه. فاعتقد يعني الناديين دول عمرهم ما هيجدوا صعوبه في ان هم يستقدموا لعيبه. طب تعالوا بقى نتكلم في كذا حاجه كده سريعا، نروح للدوري الانجليزي. النهارده ليفربول هيلعب مع ويست بروميتش يا وسام، وعنده فرصه انه يعني لو اللي قدامه اتعثروا، وهم غالبا هيتعثروا، يعني انه يبقى موجود في الشامبيونز ليج. هل تعتقد انه فرصه لسه موجوده؟ وسام الصوت عنده أيوة في الفترة دي وماتشاته صعبة، يعني كمان مش ليستر بس هو اللي دايما بنلاقيه نتايجه مش ألذ حاجة في الوقت ده، ماتشاته صعبة كمان يعني، ومعاه منهم تشيلسي اللي هو أصلا برضه نفس المعمعة. فلا يعني كعلى الورق ليفربول عندهم إن هم يعملوا اللي عليه ويستنوا إن الناس الثانية توقع نقط، بس مش عارف يعني اعتقد ان ليفربول قريب. يعني ماتش يونايتد ده حطهم على الخريطه بطريقه كبيره، واعتقد دوم الدوافع النفسيه كمان اكتر من اي حد. ياسين، خساره تشيلسي من ليستر سيتي امبارح، هل تشجعهم قدام مانشستر سيتي في فاينل تشامبيونز ليج، ولا تحبطهم وتاخد منهم اكتر؟ يعني شايف ده ياثر ازاي على لقاء مانشستر سيتي؟ الحقيقه هم في موقف لا يحسد عليه، يعني هو كان الموسم بتاعهم شكله ان هو هيخلص توب فور ويكسب الكاس وفاينل تشامبيونز ليج، وفجاه ممكن يطلع خالي الوفاض ويلاقي نفسه بيلعب في اليوروبا ليج السنه الجايه. لو خسر ليستر تاني وبعد كده ليفربول عداه وخسر التشامبيونز ليج فاينل، طلع من مولد بلاهم، طلع من غير اي بطولات، طلع مركز خامس. مشكله كبيره جدا، اعتقد ان هم يعني استنزفوا معنويا في ماتشات الشامبيونز ليج وماتشاتهم مع ريال مدريد، واللعيبه دلوقتي بتمر بمرحله فراغ محتاجه شغل جامد من توخيل ان هو يلم اللعيبه تاني ويقدروا يرجعوا يأدوا للمستويات اللي هم بيأدوا بيها. بس هو النادي ده عنده مشكله، يعني تشيلسي عندهم ما عندهمش اهداف، بيخلقوا فرص، وفي الماتشين اللي فاتوا دول واضح جدا، ماتش ارسنال وماتش ليستر، ان ما عندهمش حد بيخلص خالص، ما فيش اي تخليص، بيخلقوا فرص وما فيش حاجه بتحصل. بالنسبه لي انا السيناريو المثالي ان هم يطلعوا خامس، ليفربول يطلعوا رابع، يتهيأ لهم ان هم هيوصلوا تشامبيونز ليج وتشيلسي يكسب تشامبيونز ليج وليفربول يطلع بره. ابقى مستمتع جدا بالسيناريو الدرامي ده. سيناريو افلام ده. اتمنى انه يحصل الحقيقه، عارف تديهم امل كده وتاخده منهم.
طب دلوقتي يا وسام، ياسين قال نقطة مهمة جدا، تشيلسي من الفرق اللي ما بتعرفش تسجل الفترة الأخيرة، معناها بتخلق فرص كتير جدا، وده اللي خلى توخيل يحط محمد صلاح على شورت ليست كده اللعيبة عايز يتعاقد معاها. هل تعتقد إنه ممكن ده يحصل، ولا القصة دي منتهية ولو صلاح مشي من ليفربول مش هيكون في الدوري الإنجليزي؟ لا، كل شيء وارد، لأن احنا كمان غير صلاح نفسه هطلعه دلوقتي من المعادلة، النوادي الإنجليزية مبقاش زي زمان اللي هو انا لعيب ليفربول، انا لعيب تشيلسي، انا لعيب ارسنال. لا، يعني الدنيا بقت متاحه، واللي كسرها توريس الصراحه ان انت تشوف لعيب واحد من البيك 6 دلوقتي عادي جدا يتنقل ما بينهم. وككوره لا، هو صلاح لايق قوي على فرقه زي دي او فرقه زي بي اس جي، واحنا شايفين كمان ان تشيلسي لا عندهم الفلوس وعندهم السكواد وعندهم المدرب ومشروع يحمس اي حد انه يروح، بالذات الكاليبر اللي احنا بنتكلم فيه، لو صلاح او هالاند، او حتى لو بتتكلم في ليفاندوفسكي اللي هو بدا يبقى فيه كلام انه ممكن يسيب باير. هم محتاجين حد يخلص دلوقتي، وتشيلسي اعتقد ان هم عندهم المقدره ان هم يجيبوا اي حد هم عايزينه، على حسب بقى افكار توخيل. يعني انا كده في واحد هيحط الفرص دي جوه الجون، بس هل هو واحد مهاجم صريح زي هالاند، ولا واحد بستايل صلاح؟ ده اللي هيبدا يبان في الماركت، اللي احنا برضو زي ما بنقول يحصل فيه حاجه زي دومينو افكت كده، يعني اول صفقه هتحصل هتلاقي فيه حاجات بتتكرر وراها كذا صفقه بالظبط كده. فمش شرط كل نادي يجيب اللعيب اللي هو حاط عينه عليه، يبقى كل نادي عنده اوبشن واحد واثنين وثلاثه، فعلى حسب اللي هيحصل وعلى حسب مين اللي هيبادر ومين اللي هيجيب مين الاول هنبدا نشوف الدومينوز دول بيتحركوا واللعيبه بتبدا تتنقل يعني. وبرده مش كل النادي معاه فلوس، فايه يعني هيبان يعني، بس لا اعتقد ان تشيلسي السنه الجايه بنسبه كبيره عندهم مهاجم سوبر او حد بيجيب او هداف يعني. هداف سوبر بالظبط. ياسين، لو صلاح اخذ اللقب هداف الدوري السنه دي، الاول شايف ان المنافسه مع هاري كين في صلاح او اسهل لصلاح باعتبار ان اللقاءات اسهل شويه ليفربول، ولا هاري كين يعني هداف قدير وما يفرقش معاه الحاجات دي، وعنده النهارده لقاء ممكن يسجل فيه قدام ولفرهامبتون؟ والحاجة التانية، هل لو صلاح قدر يحصل على لقب الهداف ده يشجع أندية تانية أنها تدخل في المفاوضات، ولا قصة ملهاش علاقة وكده كده لو حد مخطط لضم صلاح هيبقى بغض النظر عن حصوله على إيه السنة دي؟ بص، يعني هو بيلعب لليفربول ولسه جايب فيه مانشستر فرقتي اللي بشجعها جون من يومين. بس هو صلاح الحقيقه يعني بصراحه عيب، وان احنا نتكلم لسه على ريكورد الاهداف بتاعه ونشوف هل الراجل الاربع سنين اللي قضاه في الدوري الانجليزي ولا الخمس سنين ثلاثه منهم الهداف. يعني اول سنه 32 جون وكسر الرقم بتاع رونالدو ولويس سواريز، والسنه اللي بعديها كان مشارك لقب الهداف مع ماني، والسنه دي بينافس عليه مع هاري كين في موسم سيء جدا للغايه لليفربول. فالراجل ده بصراحه يعني شايل ليفربول على كتافه وبيقدم مستويات مبهره وكونسيستنت بشكل فظيع. انا ما اتصورش ان هو لقب الهداف من عدمه يفرق في مكانه صلاح. اعتقد ان هو يعني بمنتهى الامانه يعني، وانا يعني متضرر شويه واقول كده، بس هو مظلوم اعلاميا فعلا في انجلترا ومش واخد حقه يعني لاسباب انا مش عارفها. يعني ازاي مثلا وهم بيعملوا فريق الموسم مش حاطينه فيه وهو جايب 21 22 جون، وحاطين ناس زي يعني راشفورد وحاطين ناس كتير ما قدموش ربع المستويات اللي صلاح بيقدمها يعني. فهل انت بنحتفل دلوقتي بمستوى الفريق بالكامل ولا بنحتفل بمستوى لاعب معين؟ يعني بيقعدوا يتكلموا على جريليش والابداع اللي هو قدمه، ارقامه لا تقترب بالمره من ارقام صلاح، رغم ان انت عارف دايما الاعلام الانجليزي بينفخ في اللعيبه الانجليزي يعني طول عمرهم كده. فالحقيقه برضه صلاح عنده حاجه تانية يعني اعتقد ممكن تستفزه، لانه هو صلاح كانسان بيحب التحديات يعني باين قوي عليه. فتحدي ان هو يرجع تشيلسي المكان اللي هو فشل فيه قبل كده او ما خدش فرصه ان هو ينجح فيه قبل كده، اعتقد انها مغريه جدا ليه، ان هو طيب انا هروح وحوريكوا مين هو محمد صلاح. بتفق معاك. يعني انا لو مكانه اروحها. بتفق معاك. وسام وياسين نورتوني، وكالعادة استمتعت بالكلام معاكم، واكيد هنلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء نتكلم اكتر على كل اللي بيحصل في اوروبا. بشكركم شكرا جزيلا، محمد ياسين وسام عادل، اتنين من نجوم الفان زون معانا في بي اون تايم. تعالوا ناخد كده اجابات حضراتكم على سؤالنا النهارده على السوشيال ميديا، والسؤال سهل، تعالوا نشوف كده مين قال ايه. يلا، ده طبعا كان السؤال، مين المدرب
مين المدرب درب في انجلترا كل من توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي، درب ريال مدريد في اسبانيا، درب اف سي بورتو في البرتغال، ودرب انتر ميلان وروما في ايطاليا. طبعا واضحه وصريحه ومفهومه وكل حاجه. يلا تعالوا نشوف السبيشال وان مورينيو ده، محمد محي الفنان ولا الانسان؟ عمرو محمد جوزيه مورينيو، احمد محمد الاسم جوزيه مورينيو الجنسيه برتغالي العمر 58 سنه، اشكرك على معلوماتك. قاسم محمد الاسطوره مورينيو، شفتوا السؤال سهل ازاي يا جماعه؟ وليد بيقول السبيشال وان مورينيو، تمام. بشكركم شكرا جزيلا كل الناس اللي شاركت معانا على كل البلاتفورمز الخاصه باون تايم سبورتس على السوشيال ميديا، بشكر حضراتكم لحسن المتابعه. كنت معاكم انا كريم خطاب على مدار الساعتين اللي فاتوا دايما في نفس الميعاد كل يوم بي اون تايم على اون تايم سبورتس. اشوفكم على خير.